تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مساءكم سعيد مستمعي الكرام، كنرحب بكم على أصوات تمام الرابعة. لحظة نبقاو مع برنامج أصوات الرياضة. حصة اليوم مستمعينا الكرام كنرجعوا فيها لحصيلة نهاية الأسبوع، أبرز ما نميز نهاية هذا الأسبوع هو نهائي كأس العرش، وبهذه المناسبة كنهنيو فريق اللهضة البركانية بالتتويج باللقب الثاني على التوالي والثالث في تاريخه بعد ما فاز يوم أمس في النهائي على حساب فريق الرجاء الرياضي بهدف لصفر. الهدف اللي جاء عن طريق اللاعب يوسف ضيو عن طريق ضربة جزاء سجل في دقيقة 105 من زمن الشوط الإضافي الأول بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي صفر لمثله. مباراة اللي عرفت طرد صفوف اللاعب مروان الهدهدي بعد تدخل عنيف حق اللاعب يوسف الفحلي، وهذا الطرد ربما اللي اضطر نوعا ما على فريق الرجاء الرياضي، لكن فريق نهضة بركان سير المباراة إلى آخرها واستطاع أنه يحقق انتصار مهم وتاريخي خلى أنه يحقق لقب ثالث تاريخ ديالو في هذه المسابقة، والثالث في آخر خمس نسخ من كأس العرش الماضية، والثاني على التوالي. فريق اللي قدر أنه يحافظ على اللقب ديالو بعد الموسم الماضي اللي فاز به على فريق آخر من مدينة الدار البيضاء وفريق الوداد الرياضي، واليوم كيفوز على فريق الرجاء الرياضي. فهنيئا لفريق النهضة البركانية والجماهير النهضة البركانية بهذا التتويج المستحق، واللي غادي يسمح لهم بالمشاركة في الموسم المقبل ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وهنا للأسف حرم كذلك فريق الرجاء الرياضي أنه يشارك مسابقة قارية هذا الموسم، وبالتالي الموسم المقبل فريق الرجاء الرياضي غادي يكتفي بالمشاركة في كأس العرب ثم المشاركة في الدوري الوطني الاحترافي وكذلك في البحث عن لقب في كأس. التاريخ ديالو في هذه المسابقة هو الثالث في آخر خمس نسخ من العرش الماضية والثاني على التوالي. فريق مشاركة في الموسم المقبل ضمن مسابقة كأس باركنا سيفغي باركنا النهضة البركانية، ولكن خصنا أكيد نأكدوا على المدرب كرما لأن عرفنا الظروف كيفاش جاء، فكان مسؤول على التكوين ومن بعد الذهاب ديال بن شيخة فأخذ زمام الأمور. سيفغي الفريق كان عنده بزاف ديال المشاكل، كان محتل المرتبة متأخرة في الترتيب ديال الدوري المغربي، ولكن في الأخير تنشوفوه يعني تلعب في المرتبة الرابعة المرتبة الخامسة تتويج باللقب ديال كأس العرش. نعم. اللي جميل في عند النهضة البركانية يوسف حيت من هنا 2018 كان صفر لقب. نعم. الفريق خمس سنين الأخرى خدا ثلاثة ألقاب، يعني خدا جوج ألقاب ديال كأس إفريقيا. نعم. خدا سوبر كوب وخدا جوج ديال كؤوس العرش، يعني ثلاثه ديال كؤوس العرش، سته ديال الالقاب من 2018 ل 2019. وهذا مهم بالنسبه لفريق نهضه بركان في النهضه الكرويه في هذه المنطقه هذه في هذه المدينه هذه خصوصا مدينه بركان بعد العوده ديال الفريق والصعود الفريق لقسم الاضواء. الا سمحتي لي عبد الصادق قبل ما نكملوا في الحديث على فريق نهضه بركان غادي نمشيو نستقبلوا المدرب الاطار الوطني امين الكرمه المدرب فريق نهضه البركانيه. سي امين مساء الخير. مساء الخير عليكم، تحية لكم، تحية للضيوف ديالك وتحية للمستمع الكرام. هني لك سي أمين بعد تتويج والمستحق لك والفريق النهضة البركانية بلقب كأس العرش المرة الثانية على التوالي. شكرا جزيلا، الحمد لله، كنهنئو جميع البركانيين لا جمهور ولا إدارة ولا لاعبين، الحمد لله كان هذا هو الهدف وتأتى لنا
فيليسيتاسيون تو لو مون. الحمد لله وهنيئا لك سي امين. تستحق انك تكون بين المتواجدين بعد اللقب هذا الغالي على كل المغاربه، لقب كاس العرش. سي امين نرجع معك المباراه الامس، مباراه كانت صعبه امام فريق كيف حتى هو على مشاركه خارجيه بعد مشوار ربما كان سيء بتاريخ فريق الرجاء الرياضي في مسابقه الدوري الوطني الاحترافي انوي لكره القدم، وصل المباراه النهائيه طمحا او طمعا في مشاركه خارجيه الموسم كيف ما هو الهدف بالنسبه لفريق نهضه بركان، فكيفاش سيرتوا المباراه امام فريق الرجاء الرياضي؟ كيف ما قلت في المسابق تبقى مباراه نهائيه طقوس خاصه، الكل تعرف انه كاس العرش هي مسابقه اللي استثنائيه بعيده على كل المغاربه على كاع الفرق، ما تيكونش فيها مكان للفوارق، وخصوصا ملي كتكون ما بين فريقين في الحجم ديال الرجاء ولا النهضه البركانيه اللي جوج بهم كنظن كان عندنا لو ميم اوبجيكتيف هو اننا نساليو الموسم بشكل جيد. نعم. كيف ما قلت رغم الصعوبه ديال المقابله امنا بالحظوظ ديالنا، امنا بكميه الامكانات ديالنا، والحمد لله تمتنا المهم وهو اللقب، وكنظن هو اللي غادي يذكر التاريخ. اكيد غادي يذكر فريق نهضه بركان متوج بلقب نسخه 2021 2022. بالنسبه للمباراه واش نقولوا انه الطرد نوعا ما سهل الماموريه ديال فريق نهضه بركان، انه مابقاش ذاك الحده عن فريق الرجاء الرياضي خصوصا على مستوى خط الهجوم. لا انا بالنسبه لي زاد صعب المهمه ديالنا اكثر من انه سهله، لانه كما قلت فريق الرجاء كيبقى فريق كبير بلاعبين اللي هما بجوده كبيره، حنا كنا عارفين غادي نلعبوا مع فريق باسم حموله تاريخيه. نعم. يمكن الطرد يمكن زاد لا موتيفاسيون فريق الرجاء وزادهم عزيمه باش انهم يربحوا المقابله، حنا بقينا مركزين بقينا غادي بترتيب ما تسرعناش، بقينا مامنين بالحظوظ ديالنا، شخصيه اللاعبين كانت ظاهره في وسط الملعب، والحمد لله تاتى اليوم كما قلت اللي كتكون مركز عارف الامكانات اللي عندك وعارف شنو باغي، فالاكيد انه ربي كيسهل عليك اون فان كونت. اكيد اكيد سي امين. سي عبد الصادق عندك شي مداخله لسي امين كرمه؟ واول حاجه سي كرمه لاباس عليك. السلام عليكم. هنيئا 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 كوتش. يعني تتويج مستحق للفريق، ولكن كذلك تتويج لواحد المدرب اللي صراحه المده هذه هو تيشتغل. سي فغي حنا عارفين يعني الكرمه تيخدم في التكوين بزاف، مي لو مومون اللي تيمشي ليكيب بروميير فتيكون هاك الاداء الممتاز، لان وهذه خاصيه مزيانه لاننا من تنتقلوا تنكونوا تنديروا اشراف على الاداره التقنيه ديال الفريق، لو مومون تمشوا ليكيب بروميير فتيكون انا هنا تنقولها دائما هذا المدرب تيكون محظوظ اكثر. نعم. علاش؟ لانه تيعرف القاعده ديال اللاعب اللي عنده من غير التشكيله واللاعبين ديال الفريق الاول، ولكن هو تيعرف الخبايا ديال ليكيب ديال ليسبوار وليكيب ديال لي جينيور، وهنا تتنقص عليه شويه بليتو تتعاونوا في الخدمه ديالو، لانه تيعرف مكامن الضعف في الفريق ولكن تلقى الحلول مباشره، لانه تيعرف خاصه في وسط الموسم اللي ما نقدروش نديروا مثلا انتدابات، فتنمشوا للشباب ديال الفريق. نبغي السي كرمه يهضر ليا في هذا لو كوتي. هذا حاجه اخرى، الى رجعنا للقاء ديال الامس تنظن بانه كان ذكاء كبير من لو كوتش ومن فريق النهضه البركانيه، لان ملي انت تلعب ضد اون ايكيب اديس سيرتو فتنهضروا على الرجاء بالجماهير ديالها اللي كانت بالامس. نعم. لو ستيل دو جو جديد ديال 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 الفريق الاخضر مع المدرب الالماني، فتصعب الامور الى خرجتي بواحد الشكل اللي هو كبير وتقول بانني عندي زياده عدديه، فربما انك تخلص كاتش بليتو عفوا. لهذا فالطريقه اللي خدم اللي ادى بها النهضه البركانيه لا في الجوله الاولى لا في الجوله الثانيه فكانت ذكيه بزاف. سيرتو يعني حاولتوا انكم تيفيتيو يعني الضربه الترجيحيه، فنبغي نعرفوا هذا لو بوان هذا كيفاش تاخذتوها انتم، واش لو ميساج داز رابيدمون، وكان هذا السيناريو محطوط لان شفنا في الماتش دغيا اللاعبين مشاو لهذه الخطه هذه، واش كان ديجا ان سيناريو اللي محطوط للاعبين قبل ما يبدا المقابل؟ سي امين. الاولى ما بين كما قلت لك على الاكسبيريونس ديال التدريب مع الفرقه، الحمد لله انا غير باش نشكر اون هوماج لواحد السيد اللي هو عزيز بزاف واللي
بالنسبه لنا كلنا نضال. هو انا راه بديت التجربه الاولى ديالي في التدريب راه كانت مع السي بالدزاكي اللي كنوجه له التحيه من المنبر ديالكم. نعم كونترينر جوا واللي كان له الفضل الكبير انني خديت الحرفه وزعما حطني في الطريق حطني شغل بون غاي باش نكمل لانه ضروري نوجه له التحيه. ومن وراها قررت انه بعد عامين ونص ولا ثلاث سنوات انني نرجع ونكون راسي وندخل الميدان التكوين وكملت من تما الى حدود هذه التجربه. فكان ضروري باش نجاوبك على السؤال ديالك كما قلتي انه الواحد التجربه ديال اوتون كونفورماتور كتعاونك بزاف والحمد لله هذا العام عاونتني اوسي لانه كنت عارف شنو عندنا في لي جون في الاكاديمي وكنت عارف اللعابه ديالنا ديال ليكيب برو. الحمد لله اللعابه لي جون اللي طلعنا ليكيب برو ما عشموناش واللعابه اللي كانوا ديجا لي بيلي ديال الفرقه والداري اللي هما لي كادر ديال الفرقه واللي عندهم بلوس ديكسبيريونس عاونوا هذوك لي جون باش قدرنا كوننا واحد المجموعه اللي تقنا في بعضياتنا وتعاوننا باش نوصلوا الحمد لله لي ريزولطا اللي بغينا. نعم الشق الثاني ديال المقابله كيف ما قلت لك المقابله كان خاصنا نلعبوا كفينال كان خاصنا نلعبوا باش نربحوا ماشي نلعبوا pour faire plaisir aux gens لانه المهم اللي غادي يفرح الناس اون فان كونت سي لا كوب ماشي لا فاصون دو جوي. وهذا هو المهم كما قلت ركزنا على لو بلون فيزيك نكونوا حاضرين نكونوا نريكيبيريو مزيان من الماتش اللي لعبنا من لا دومي فينال اللي لعبنا واللي كانت قاصحه. ركزنا على لو كوتي مونطال باش نكونوا كوستو وعرفنا انه لا كوب اي خطا درتيه فك غادي تخلص عليه غالي واي فرصه جاتك لصالح ديالك خصك تستثمرها. وهذا تقريبا ولات عندهم واحد التجربه ولات عندهم واحد لا ماتيوريتي في الاداء ديالهم. انا فقط حاولت ما امكن نجمع هذاك الحوايج اللي نجمع كاع لي ديتاي اللي قدو يعطيونا فرص اكبر باش نربحوا المقابله. ولو غيست وارك ما داروا لي جوا كنشكرهم على المجهودات اللي داروا والحمد لله الحمد لله الخاتمه كانت مزيانه وهذا هو المهم. اكيد سي امين بالنسبه لهذا المشوار الى تكلمتي على نصف النهائي امام الفتح الرباطي واش نقولوا انه المباراه الامس كانت الاصعب ولا الفتح كانت اصعب؟ لا صراحه بجوج كانوا صعاب لانه المباراه الفتح كانت عاوتاني شنو نقول لك كانوا فيها بزاف المتغيرات. لو ستيل ديال الفتح كيف كتعرفوا لا لو ستيل دو جو ولا لا كاليتي دو جوار كتختلف. الضغط الجماهيري ديال الفيوس ماشي بحال الضغط الجماهيري ديال الرجاء. دونك كانوا دي ديتاي اللي مختلفين ولكن الصراحه انه لي دو ماتش كوستو كما قلت حنا امنا كان عندنا ان اوبجيكتيف مجموعين كما قلت لك الكل كان مركز الكل كان باغي يحقق شي حاجه. نعم بي لعبنا بطريقه اللي غتمكننا اننا نربحوا فوالا هذه اللي غادي نقول لك وتوفقنا فيها. كيف قلت لك كان بامكاننا ما نتوفقوش كان بامكاننا ما نربحوش كان بامكاننا ما ندوزوش لا في لا دومي فينال ولا نربحوا لا فينال. من الاسباب اللي خدينا بعين الاعتبار نجحتنا وهذا هو المهم. هذا هو المهم. سي امين كرمال الان الموسم المقبل او هذا الموسم انتهى الموسم المقبل على الابواب لانه غادي ترتاحوا شويه وغادي تبداوا البريباراسيون لانه غادي يبداوا تقريبا شهر 8 شهر 7 وقريب يسالي. فكيفاش كتشوف هذا الجيل ديال فريق نهضه بركان واش مازال عنده القدره انه يكمل نحو انجازات اخرى او لا غادي تغير الجلد ديالو شويه بشويه يعني غتبداوا بتغيير نوعا ما بشويه شويه باش يكون هناك جيل جديد لفريق النهضه البركانيه؟ شوف هو الاكيد راه قلنا في بدايه السنه قلنا دي كنا قلنا انها مرحله انتقاليه وراه شفتي بزاف ديال لي كادر اللي دوزوا 10 و 12 عام مع الفرقه بحال الكابتن عزيز بحال العربي الناجي والنمساوي الا ما ذكرتش الموساوي النمساوي باردون. دونك هادو واحد العادات اللعابه مشاو اللي دوزوا تاريخ مع النهضه. الاكيد انه تي تاب تي راك كتعرف الواحد في واحد لاج راه خصو في واحد سيرتان مومون كيخص التغيير ولكن التغيير كيجي تي تاب تي وكنظن الناس المسؤولين دايرين بهذا الشيء وغاديين بايطاب بار ايطاب باش يقدر يبقى الفريق في واحد المستوى عالي ديال التنافسيه وفي نفس الوقت يرونفورسي ليكيب ديالو تي تاب تي باش حتى انه يضمن انه اولا الاستمراريه في اللعب على الالقاب وثانيا يعطي فرصه لانه كيف كتعرفوا اليوم الفريق كيتوفر على وحده من احسن الاكاديميات في المغرب اكيد اذا ما كانش في افريك. والاكيد انه العمل اللي تيدار دابا في القاعده والاكيد انه خصك تستثمره وخصك تستافد منه في المستقبل
فبالتالي خصك توجد مكان لهذوك لي جون اللي عندهم البوتونسيال باش يلعبوا في ليكيب برو ان شاء الله مستقبلا. وهذا الشيء صباس بانك تتم غادي بواحد الطريقه اللي هي ايكيليبري. سيامين اخر سؤال كيتعلق بك انت، تدريب اكيد بديتي ربما مع اولمبيك اسفي خصوصا ك يعني مدرب فريق الاول الوقت اللي كنتي في الاداره التقنيه، ثم مشيتي للبركان نفس السيناريو تقريبا، بديتي في الاكاديميه التكوين ومشيتي للفريق الاول. واش نقولوا انه الان امين كرما غادي يبدا يعني التفكير ديالو يمشي للفرق الاولى ديال الانديه او لا غادي يرجع للتكوين مره اخرى؟ شوف انا كي النهار الاول انا واحد الانسان باغي نتعلم باغي نطور راسي، اي بلاصه كنت فيها خصني نعطي فيها لو ماكسيموم خصني نتعلم فيها لو ماكسيموم. انا كنعتبر راسي اونترينور فورماتور، كيف التكوين ديالي كيف لا بروفيسيون اللي بغيت ندير، باغي تكون عندي القدره انني نعاون لي جون جوار باش يطلعوا ويلقاو المكان ديالهم ويطوروا المستوى ديالهم. اي ميم طون الى تحطيت في دي ديفي افيك دي زيكيب خون كون قاد، الحمد لله اليوم النهضه داروا فيا الثقه عطاوني الدعم الكامل وانا حاولت ما امكن نرجع لهم هذيك الثقه وهذاك الدعم ديالهم. كيما قلت لك بالنسبه لي اهم شيء نكون كنتعلم وكنطور نفسي، هذا هو اهم شيء بالنسبه لي، واي بلاصه نكون فيها خصني نخلي لونقان ديالي الباصه اللي غادي يجي مرحبا به. وسي امين ربما راه كنبغي يسولك عبد الصادق على هذه الجمله الاخيره اللي قلتي ولكن انت راك دوزتيها، فكون اكيد هذا الشيء اللي قلتيه سي امين هذا التفكير ديال الانشاء اللي غادي يكون ناجح ان شاء الله، وحنا ما نتمنوا لك غير النجاح سي امين كرما. ما عرفتش واش غادي يبغي يعاود يسولك سي عبد الصادق. انا نسولو ديريكت وراه دوزها لك. يعني لا سي فغي هاد تشكر على الثقه، ولكن راه الثقه الحمد لله يعني عطاوك المكتب عطاك الثقه مشكورين المكتب ديال امين نهضه بركان، ولكن عطاهم راه الجواب يعني انت انا رجعت لهم هذيك الثقه اللي تيشوفوا. غادي نشوفوا ان شاء الله سي امين كرما يعني كومونترينور السنه المقبله، ولا كان شنو هي الامور اللي تيشوف واش كاين سي نورمال كل عام كي تيكونوا لي ديبار تيكونوا لاعبين جدد اللي غيجيو فينا هما المراكز، غنشوفوا شباب اكثر ولا غنشوفوا لاعبين اللي متالقين في البطوله الوطنيه ولا غنشوفوا اجانب. وحاجه وحده اللي بغيت نقول صراحه ما بغاش تدوزني، فبرافو لو شوا ديال هذاك الوليد كامارا، لانه عرفناه جاب في الفئه السنيه عنده غير 20 سنه جا للمركز التكوين عطيتيه الفرصه تيلعب دابا صراحه تنشوفو كومان برو. وانا متاكد الا ما تنظن بان ما تبغيش تجاوبني على السؤال، ولكن غيكونوا ميم دي زيكيب اوروبيان اللي غيكونوا حاطين العين عليه. كيفاش تشوف الامور السي كرم؟ شوف انا غادي نقول لك حاجه واحده، انا الحمد لله نهار بغيت نجي البركان جيت بان اوبجيكتيف كيف قلت لك في الاول باغي نطور راسي. كنت طايق في ان بامكاني ندير شي حاجه زوينه ما كنتش عارف اشنا هي، فقط عارف انني غنجي غنخدم على راسي غنطور المستوى ديالي اي بوتيتر يمكن نحقق حوايجات زوينين في لا فورماسيون مع ليكيب برو، ما كنتش عارف اللي عارفه غنحقق حوايج مزيانين. شوف كيف من الديبار انا طايق في لو شوا ديالي، طايق في الله بدا اولا، طايق في لو شوا ديالي، طايق في الناس، الحمد لله كاينه اون بون كومينيكاسيون مع السيد الرئيس، عندي علاقات زوينه مع النادي كنحس به بحال دارنا، ما غادي نفكر في حتى شي حاجه ابار انا نرتاح شويه. وكما قلت لك ان شاء الله المستقبل نخلي المستقبل هو غادي يقول شنو غادي يوقع، ما نتسرعوا في حتى شي حاجه. ملي قلت لك انا بحال لي حد الان مع بركان وعندي الرغبه باش انني نكون مع بركان وكنظن لا ميم شوز بالنسبه للمسؤولين ان شاء الله. اي حاجه غتجي ابار سا ما غتبدل حتى حاجه في ذاك الاحترام وفي ذاك المحبه اللي كنا النادي والمكونات ديالو. اكيد سي امين كرما، وانت من بعد تبقى بين الاسماء المخلده في نادي نهضه بركان اللي خلا وكان سبب انه النهضه البركانيه يتوج بلقب ثالث في التاريخ ديالو بكاس العرش. شكرا لك سي امين كرما، ومره اخرى كنهنيوك بهذا التتويج وكنهنيوك على المسار ديالك ونتمنوا لك المستقبل ان شاء الله في المسار ديالك التدريبي. شكرا لك سي امين. شكرا جزيلا. شكرا. إذا كان معنا أمين كرما مدرب فريق النهضة البركانية اللي كنهنيو مرة أخرى على التتويج بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2021-2022. غادي نوصل سي عبد الصادق بعد لحظات غادي نرجعوا للحديث عن النهائي بكل التفاصيل ديالو التقنية، لكن بعد الفاصل وحنا كنتابعوا كذلك نهائي ديال ويمبلدون قمة بين جوكوفيتش.
اللعب ديال نضال اللعب ديال نضال القتاليه ديال نضال يعني بحال جوكوفيتش كيتستنسخ قدامه نضال واحد اخر الكراز كارلوس الكراز الاسباني واللي تدرب في اكاديميه رافائيل نضال في اسبانيا تكون فيها فهو الان متعادل في المجموعات وحده الواحد ومتقدم في المجموعه الثالثه بجوج الصفر بعد ما كسر الارسال في بدايه المجموعه الثانيه والان الارسال عند نوفاك جوكوفيتش اللي كيبان انه رغم كيبان لك انه راه كيخرج من الماتش ولكن ذهنيا راه كيبقى دائما حاضر تري فور لو ستاف ديالو كذلك سي فري انك ملي تربح الجوله الاولى بهذاك الشاسع الكبير فرق كبير بليتو 6-1 ربما تيبان بان الماتش غادي سهل مي صراحه اللاعب اسباني ملي تيرجع في النتيجه سي فري 7-6 كانت شويه طيب تاخذ من المنسوب البدني ديالهم وكان جوكوفيتش متقدم في التاي بريك اكزاكتو الجوله اللي وصلت تقريبا اكثر من 75 دقيقه يعني راه مونطالمون فيزيكمون خصهم يكونوا اللاعبين قويين بزاف تدخل الجوله الثالثه تتكون منتصر بجوج يعني طوميو بور لو سبيكتاكل لان احنا كمتفرجين راه غادي نشوفوا سبيكتاكل كبير نعم. من الجماهير بيني وبينك يوسف تيبغوا وجوه جديده واسماء جديده تاخذ البطوله ولما لا هذه السنه هذه لان الاداء ديالو اداء متميز شوف هنا كيفاش الصعود للشبكه وكيفاش تعامل معها فتيبان بان قدوم ديال البطل العالمي جديد اكيد وباقي صغير في العمر وكيبحث على يكون هو ثالث لاعب في العالم ديال التنس في تاريخ التنس كيفوز بلقب ويمبلدون كاصغر لاعب يعني بعد باتريك رافتر الفرنسي و يونغ تخلطت لي معايا يورغن كلوب لا واحد الالماني نسيت على سميتو غادي نتفكر سميتو السميه ديالو راه حاضره ولكن مشات لي سميتو غادي يكون الكراز الى فاز ويمبلدون وثالث اصغر لاعب كيفوز بهذا اللقب عن سن ديال تقريبا 20 سنه فغادي نواصلوا المتابعه ديال هذا النهائي المهم قبل ما نرجعوا للحديث عن نهائي كاس العرش في موسم 2021-2022 اللي قال لفريق نهضه البركانيه فاصل ونواصل. وصل معكم مستمعي كرامة الحصة من برنامج أصوات رياضة مباشرة على أصوات والعودة لنهائي كأس العرش موسم 2021-2022 واللي توج بفريق نهضة بركان. كان معنا قبل الفاصل مدرب فريق نهضة البركانية أمين كرمال اللي تحدثنا معاه على التتويج بهذا المسابقة هذه. فسي عبد الصادق ربما إذا رجعنا النهائي نبداو بما أثر الجدل التحكيم ربما أثر الجدل في مجموعة من الكرات الى ما عرفتش واش تعطي تقييم ديالك للتحكيم ديال بوسليم ورضوان جيد في الفار ولا ربما يعني كيبان لك ان التحكيم كان يعني جيد في مباراه الامس ولا كان سلبي ضيع على فريق وفريق اخر المباراه لا هو ما كانش هو كانت اخطاء طبيعه الحال ولكن ما كانش واش كانت مؤثره اخطاء مؤثره مباشره اللي اثرت على النتيجه لان ضربه الجزاء اللي كانت فيها فكاينه ضربه جزاء لان طبق القانون كما تنقولوا بالحذف ديالو ربما كون ما كانش الفار في السنوات اللي ما كانش فيها الفار فربما كنا غادي على اساس ان الكره خرجت دار لو سونتر ديالو اللاعب الوغ قدر الحكم انه ما يعطيش ضربه جزاء ولكن راه شفناه رجع للفار والفار اكد لانه كان على الخط ملي تنقولوا على الخط فهو راه داخل 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 في الجو لو كونتاكت اللي كان بامكان ان اللاعب يتفاداه هذه حاجه اخرى بالنسبه للتحكيم تنظن ضربه الجزاء اللي تعلنات الرجاء البيضاوي لو مومون اللي رجع عاوتاني نرجعوا للمساله ديال الفار يعني كون ما كانش الفار ما كناش غنشوفوا هذاك يعني التسلل لان كان تسلل واضح ملي دارت لالين الوهميه هي اللي بينات اذا هادو تنقولوا لي زاكسيون مؤثرين مي كان تبان بان في هذه اللقطه هذه السي عبد الصادق ربما كان الحديث على ورقه حمراء اللي صالح المدافع في حق اللاعب بنتايك اللي كان متسلل يعني كان عفطلي على رجليه يعني او ورقه صفراء يعني واش كانت كتبان لك انه فيها انذار يعني على حسب ما قريت ما تابعت انه العقوبه
الالوان الانضباطيه ما كتلغاش بالتسلل. ما تتلغى سي فغي تتلغى الا مثلا كان ضربه جزاء وتحيدات ضربه جزاء اذا ما تنعرف. ولكن راه اللعب خطير زعما لا راه اش بغيت نقول لك يعني الا كان مثلا كان ضربه جزاء ولا هذا تنبقاو نهضروا على هذه المساله هذه مي كان جو دونجور اختي تحتم بانه تعطى لافيرتيسمون على الاقليه ديالو فهي عندك وراء كارتون جون. اللاعب بنتيك تنعرف هذا اللاعب عن قرب بزاف هذا هو عنده واحد ديفو بحاله بحال الهدهودي في لي زونكاجمون ديالو اللي تيت اونكاجا بواحد الطريقه اللي هي كبيره وبعض المرات تيكون هذاك لو بوتي غوطار تيعطي ان هذاك لو كونتاكت يكون ديريكتومون مع اللاعبين وهذا غيسبب لي الا ما صلحش هذه المساله هذه فغيسبب لي في اوراق حمراء كثيره. غادي راه العكس اللي كان راه بنتك وضح هي ماشي لا انا تنهضر على لان في ضربه الجزاء ضربه الجزاء راه شكون اللي دار التدخل راه بنتك اللي دار التدخل فعلا. حنا تنهضروا انا كنهضر على اللي تلغات ديال لا هي فيها غادي نرجع لك كيقول لي عبد الرحيم فاصل ونواصل مستمعي الكرام. رجعنا معكم مستمعي الكرام في هذه الحصه من برنامج اصوات الرياضه مباشره على اصوات معالي الطالب الوطني السعب صادق تشيرا. السعب صادق نرجعوا للتحكيم الى بغينا نديروا تقييم اجمالي للمباراه الامس بالنسبه للحكم بوسليم ورضوان جيد في الفار واش نقولوا انه يعني الحكام خرجوا المباراه ديالهم بسلام او لا كانت هناك قرارات مؤثرة على نتيجة المباراة؟ لا هو الفار كان خدم بشكل جيد لان شفناه لا في ضربة الجزاء لا في لوغ جو اللي كان بين مي الحكم شوية كما تنقولوا شويه الماتش كبير عليه ربما حس بالضغط ربما كانوا ماشي تنقولوا تجاوز الا قلنا تجاوز فهي متعمده مي كانوا اخطاء ربما من تكون في مقابله عاديه ديال البطوله ولا شي حاجه ما 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 تخداش بهذه الحده ولكن من تتكون مقابله نهائيه الكل متحمس انه يفوز هنا تنبداو نشوفوا اللاعبين تيدخلوا في نرفازه كثيره تنشوفوا بزاف ديال الامور لهذا في الحكم على العموم فما كانش اخطاء اللي هي مؤثره ولكن على العموم فالمقابله ربما كان خصها الدار بشكل افضل من هالطريقه هذه لان المقابله النهائيه ديجا عندها الطقوس الخاصه ديالها خاص حكم اللي ابسوربي هذيك كما تنقولوا هذيك الحماس ديال اللاعبين بطريقه معينه ربما غيكتسبها مع الوقت مي بالامس كانت محتاجه مجموعه من القرارات خاصه انا تنظر على التعامل ديال الحكم مع اللاعبين كان يقدر يكون في ظرفيه احسن لان هذه مقابله نهائيه تنعرفوها كيفاش كانت مخنوقه مي على العموم فتنظن بان القرارات ما كانش هذيك القرارات المباشره اللي اثرت على النتيجه ديال اللقاء. طيب غادي نوصلوا بالحديث عن اللقاء اللي بدا فريق الرجاء الرياضي وكذلك فريق النهضه البركان بقوه. المستوى العام قبل ما ندخلوا في التفاصيل المستوى العام في اللقاء واش بان لك انه لقاء يليق بنهائي كاس العرش ديال كره القدم المغربيه؟ شوف النهائيات كلها يوسف عبر التاريخ ما كانش دائما هذيك تيكون في هذاك المردود الكبير التقني انا سي فغي المتفرج فهو تيبغي يتفرج ويستمتع ولكن المدربين راه كما قال السي كرماتو طالور فما يهموش هو لا مانيير قد ما يهمو النتيجه النهائيه ديال اللقاء مي على العموم ف نقدروا نقولوا بان الطرد ديال اللاعب والرجاء اللي لعبات اديس شويه كانت غيرت شويه يعني كما تنقولوا الديناميه ديال اللقاء لان ملي تتلعب اديس تولي تتحتاط اكثر تتولي ما تخرجش يعني تتبدل لو سيستم دو جو ديالك ربما 11 كنا نشوفوا نفس النديه نفس الحماس غيكونوا محاولات اكثر مي على العموم فالنهائي الى شفناه الفرقه لعبات ب 10 وفرقه لعبات ب 11 ويوصل حتى الاشواط الاضافيه فمساله اللي هي مزيانه من النقطه اللي بانت وغتكون لاحظتها يوسف هو في الاخير فمجموعه من اللاعبين راه ميم ولاو تيطيحوا ما تيقدروش انهم ميم ينوضوا هو التوقيت ديال المباراه صعب يعني كتجي يعني نهايه الموسم تقريبا احنا في 15 شهر 7 شهر 7 ولعبوا 15 يعني شهر 7 يعني راه الناس راه كاين اللي سال العطله راه بدا البريباراسيون ديال العام الجاي هذه النقطه اللي اشرت ليها لان ناحيه العياء خدم اللاعبين هذا وهذه نقطه خصنا نشوفوها حتى هي في الاداء لان الاداء تعتمد على انك تكون بدنيا قوي ولكن بالامس لاحظنا بان
كاين عياء وهذا سي نورمال لان موسم شاق، تنعرفوا الحراره اللي كاينه، تنعرفوا بزاف ديال الامور، والاضافه ليها هي الذهنيه ذهنيا اللاعبين اللي باغي يمشي لفرقه اخرى اللي غادي يعاد بونوفلي اللي بزاف ديال الامور، فالخوف من الاصابات كذلك. هذه الظروف هذه كامله تنقول بان النهائي مقبول من ناحيه التقنيه. طيب غادي نمشيو لفاصل سي عبد الصادق، قبل ما نرجعوا نكمل دائما الحديث عن نهائي كاس العرش لآل فريق نهضة بركان بالفوز على الرجاء الرياضي بهدف لصفر. تعليق ديال المتابعين ديالنا في صفحة برنامج أصوات الرياضة على الفيسبوك، ياسر عطار تحية ليك، هشام الدكالي كيقول لك ضرب بالبراد ديال أتاي، سي حمزة الدحماني السلام سي يوسف، خلاصة القول صعيب نقولوا جماعة الفساد تفعل ما تشاء بالإطاحة بالرجاء، باش تتكلم على شي حاجة سميتها الفساد هي اللي خاص تكون عندك أدلة واضحة بما يعني ملموسة، ما تشوف شي حاجة وتقول راه كاين فساد صعيب، واخا يكون فعلا ولكن ما عندكش دليل راه صعيب انك تقولها وتنطق بها لانه كلمة ثقيلة شي شوية. سي حمزة جلال الموساوي كيتكلم على طرد الهدهودي رغم انه لعب الكرة في مقابل مباشر بعد طرد تعرض بنتيك الى تدخل خطير لم يتحرك الفار، وايضا ضربة جزاء لصالح خابة، وكثير من اخطاء تحكيمية معتمدة مثل كسر محاولات هجومية اعلان ضربة خطأ خصوصا عندما يكون الخطأ في وسط الملعب، لكن العكس عندما يكون خطأ قرب مربع العمليات لا يعلن الأخطاء ويتحجج كرة لا زالت عند لاعبي الرجاء و هذه كتكلم على ربما تسير ديال بوسليم لمباراة الأمس. جميلة أحمد السلام عليكم، تحية طيبة أخي الكريم وضيفك الكريم، تحية لك أختي. موطا حسن مرحبا بك أخويا، البوسليم تسهل مع لاعبين في طريقة الاحتجاج المستفزة، ممكن القمة رستوم علاش ما يكونش تحكيم أجنبي في نهائي ديال القجعة، واش نهائي ديال القجعة الله يهديكم انتم الله يهديكم، هذا نهائي ديال كأس العرش مسابقة يعني عندها واحد القيمة كبيرة عند المغاربة كاملين ماشي غير الرمزية ديالها، يعني من كنتكلموا على كأس العرش يعني راه عندها واحد الكلمة عندها رمزية، فصعيب أننا نتكلموا على القضية هذه. بالنسبة للتحكيم الأجنبي في نظرك واش التحكيم الأجنبي النبي غادي يكون هو التحكيم المناسب لمثل هاد المباريات، راه كيف ما جبتي حكم مغربي من الدوري الوطني الاحترافي كيف ما تقدر تجيب حكم اجنبي بالفهم ديالكم، يعني بالفهم ديالكم انتم هذاك الحكم المغربي راه يقدر يكون هو الحكم الاجنبي بنفس يعني الفكر اللي غيدخل به ذاك الحكم المغربي بالفهم ديالكم انتم يعني وانتم فهموها. لو يكون هذه النقطه يوسف يعني حكم اجنبي دابا خصوصا مع الفار، دابا الفار نقص من الحده ديال هذا المساله اللي نقدر نتكلموا على الكلمه ديال الفساد، لا الفساد نجيبوا حكم اجنبي باش نحيدوا الفساد، راه كيف ما غتجيب تقدر تجيب حكم اجنبي راه كيف ما تقدر عاوتاني راه نفس راه جايبينه، لا هنا متفق معك لان هذه كما قلت مساله ديال العقليه يعني، ولكن بعدو من هذه المساله هذه ديال المؤامره وراه هذا محكم في هذا الشيء، هذا ما كنظن شوف الا ما عندكش دليل ملموس ما صعيب انك تقول، ولكن رايك عبر عليه بكل ولا وكاين واحد النقطه اللي بغيت نشير لها يوسف هذه المسالات، واش تظنوا الاخوه الكرام بان فريق رجاء اللي هو فريق زعما اللي هو عادي راه فريق كبير نقولوا كبير كل شيء بالحيثيات ديالو راه عنده ناس ديالو راه عنده الموظفين ديالو كون فاز فريق رجاء الرياضي يوم امس امام فريق نهضه البركاني بنفس الاخطاء اللي دارت على حسب الجمهور اللي كيتكلم على هذه الاخطاء خليها نفسها، ولكن الرجاء استطاع انه يفوز. واش كاين شي واحد غادي نشوفوا شي تعليقات نتكلم على التحكيم، التحكيم في بارتي من لو جو وحنا هضرنا فيها، حنا تنهضروا دائما بمصداقيه، قلنا بان الحكم ربما في طريقه التعامل ديالو فما كانش في يعني هي الاخطاء راه هي الا ما بدلناش حنا التفكير ديالنا والنظره ديالنا للاشياء وحيدنا هذيك القضيه ديال المؤامره، ما كنهضرش انا على الرجاء ولا جمهور الرجاء ولا بصفه عامه لانه جميع الفرق تحتاج على التفكير، راه الا ما بدلناش الفكره ديال انه راه هذاك المسؤول راه هو اللي كيتسبب في التحكم في التحكيم وكيتسبب في التغيير ديال النتائج ديال المباريات ويطلع فرقه ويهبط
تهبط فرقه، فما غاديش نطوروا ما غاديش نزيدوا قدام. وحاجه اخرى ما غاديش نهربوا من الشغب، لان الشغب هو شنو تيجي هو هذا الامور هذا هذه الهضره هذه سي فغي. دابا لي ريزو سوسيو ولات عندهم واحد الاهميه مالوغوزمون، يعني ولاو يعني تيلعبوا واحد الدور في تهيج الجماهير لواحد الدرجه اللي هي كبيره. نمشيو بواحد المساله، انتصرنا تنقولوا من حقنا اننا ننتصروا مستحق، كانت الهزيمه خصنا نشوفوا اسباب الهزيمه. البارح راه كيفما بركان كانت تستحق انها تفوز باللقب، حتى الرجاء البارح كانت تستحق انها تفوز. ميم اديس الرجاء البارح ميم ب 10 لاعبين راه قلناها، راه باش توصل ب 10 لاعبين وتمشي حتى الاشواط الاضافيه راه ماشي شي حاجه اللي سهله، وفي الظروف اللي هضرنا عليها ديال نهايه الموسم. لهذا فاش الجماهير ديال الرجاء الموسم راه سهله ولا راه باقي فيه البطوله العربيه، ولكن الانسان خصو يشوف الموسم المقبل، كاين مدرب جديد، كاين اداره جديده، كاين بزاف ديال الامور، فدائما الانسان يتمنى الخير اللي جاي. اما باش دائما الهزيمه نعطوها اسباب، فخصنا نتجاوز هذه المسائل هذه. علاش؟ المصلحه ديال الفرق ديالنا، لان الرجاء راه كبيره وكبيره بزاف. لا مسيرين ديالها، واش تظن بان الا كانت مثلا شي تقصير من التحكيم ولا شي حاجه تظن بان الاداره ديال الرجاء غادي تسكت على هذه الامور هذه؟ حتى بعض التصريحات ديال بعض المسؤولين الله يهديهم كيزيدوا ينفخوا في القضيه دي ديال انه راه كاينه مؤامره وكاين محسوبيه ديال فرق على فرق اخرى، فالله يهدي بعض المسؤولين، لانه التصريحات ديالهم كتلمح على ان كتاثر على التفكير ديال الجمهور. فطيب غادي نتوقفوا مع الفاصل قبل ما نرجعوا للاداء التقني ديال المباراه الامس، واللي ربما انا شخصيا الراي ديالي وكنتحمل فيه انا المسؤوليه، الراي ديالي ونقدر نكون غلط، ان المباراه بالنسبه للفريق الرجاء الرياضي خسر اللقب بسبب مروان الهدهودي، ذاك التدخل وذاك التهور ديالو في بدايه اللقاء اللي ربما تعاود ديما. هذه هذا هو اللي يعني مرات مثلا في لقاء نقولوا بان يعني ديك الطريقه راه كيف ما خرج ذاك اللاعب المصري على المنتخب ديالو امام المنتخب ايفان تروا وخد حمراء بسبب التدخل ديال الزنزور، نفس التدخل تقريبا غير ديال الهدهودي كان شويه افظع، يعني الرجل مشات ديريكتومون. كنتي غتخسر لاعب وتضيعوا في لاكارير ديالو. هنا يوسف مزيان جبتي هذه النقطه هذه، فالخطا يقدر يكون مره وتتقول بان مقابله نهائيه واللاعب، ولكن لاعب كالهدهودي بهذه التجربه بهذه السنوات اللي راك مع الرجاء البيضاوي وقبل منها مع الدفاع الحسني الجديدي ولعبتي الكاف ولعبتي بزاف ديال هذاك، ولكن نفس الاخطاء تتعاود. راه شحال من ورقه حمراء خدا الهدهودي هذه السنه، شحال من هدف تسبب فيه الهدهودي. حنا مثلا كما تنقولوا ما تنقصدوش اللاعب كشخص، ولكن كلاعب كره قدم الاخطاء خصنا نطوروا من راسنا ونبدلوا. والقمة الرسوم كيقول لكم ما دمتم تتكتمون عن قول الحق فانتم مسؤولون امام الله وامام انفسكم عن الفساد. اعطيني خويا دليل وانا نهضر كيف ما بغيت. حنا الاولين هذا اعطيني غير شي حاجه ملموسه، شي حاجه اللي نحمي بها انا راسي باش نتكلم الوقت اللي نتكلم. اما نتكلم ونقول لك فعلا راه عبد الصادق راه كيشفر، عبد الصادق راه شفار، حبيش راه خوان ما عرفت شنو سرق 100 مليون وانا ما عنديش دليل، واشنو مشينا للحبس؟ بطبيعه الحال، لان راه هذا الشيء اللي خصهم يعرفوا الاخوان، راه وراء اي صحفي في المنبر ديالو سواء اذاعي سواء بالقلم سواء هذا خاص تكون عندك امور ادله ملموسه، كاين شي يقذف الناس ويقذف هذا بشي حقائق اللي ما عندوش. مي باغ كونت انا نتفق مع السيد في حاله وحده، هو ان هذا الصحفي اللي كانوا عنده يعني الا كان عندك دليل عنده الدلائل وكل شيء وما دويتيش الضمير ديالو هو لانه راه ساعه غيتحمل المسؤوليه الادبيه والاخلاقيه وبزاف ديال طبيعه الحال. سبع صادق فاصل ونواصل مستمعينا الكرام لغايه السادسه مساء. مواصلين معكم مستمعينا الكرام هذه الحصه لغايه السادسه مساء مع الاطار الوطني السي عبد الصادق تشيرا. طيب السي عبد الصادق، اذا رجعنا للقاء ديال الامس، واش نقولوا فعلا انه مروان الهدهودي كان سبب في خساره الرجاء الرياضي اللقب او لا جزء من السبب؟ لا هو يوسف، لان تقدر ان ايكيب اديس تقدر انها تنتصر، يعني ما نقولوش السبب الوحيد هو الهدهودي، ولكن جزء من الخساره. علاش؟ لانك انت من تتبني الخطه ديالك يوسف تتبنيها على 11 لاعب، كل واحد بلو غول ديالو، كل واحد بزاف ديال الامور، لان شفنا فريق الرجاء البيضاوي مع المدرب الجديد يعني امتى بان اللمسه ديالو في المقابله ديال نصف النهائي ضد الوداد، وربما كانت هيك الطريقه اللي جابت ليه انتصار هي اللي كان غادي يطبق مع ضد فريق النهضه البركانيه. يعني خصو يكون مكتمل العناصر، لانه تيبغي يعتمد على الضغط العالي، يعني خصو اللاعبين ديالو كلهم يكونوا، لانه كل واحد تيدير كل
كل كما تنقولوا باليه تيخدم بواحد الطريقه معينه، ملي تمشي لك لاعب ديال لاك سونترال فهو تيهرس لك بزاف ديال الامور، انت تولي لاعب اديس سيتادير تو اوبليجي انك تنقص من لاطاك وتعوض في الدفاع في وسط الميدان، وهذا هو الامر اللي شويه خلى فريق رجاء ابيضان ان يتراجع. ولاحظنا بان المحاولات كانوا اكثر عند فريق ديال 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 النهضه البركانيه، لهذا فاش تيمشي لك عنصر وخاصه عنصر اللي تيكون مدافع. نعم، اضطر المدرب الالماني انه يخرج بن جديده كمهاجم ودخل مدافع باش يعزز فريق الدفاع. نعم، وحنا شفنا بان بن جديده ديغنيغمو بحال قلتي ذاك اللاعب اللي دخل في النظام ديال المدرب الجديد ولا تعتمد عليه، لان اللقاءات اللي لعبهم فهو اعتمد على بن جديده، شفنا في الديربي راه لعب به رسمي. لهذا شويه كما تنقولوا الحسابات الهجوميه ديال الفريق فهي ضعافت مقارنه، لانك خصك تعوض لاعب ديال الدفاع. لهذا فحنا تنقولوا بان جزء كبير من هذه المساله هذه فهو الطرد ديال الهدهودي اللي ربما كنا انا تنقولها بان في غنى عنه، لانك باش تدخل بهذيك الطريقه وفي هذاك المكان بالضبط وكيفاش كانت لو كونتكست ديال 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 الكره كيفاش كانت، فربما كان يكون تدخل افضل بكثير من هذا التدخل هذا. وما تخليش انك انت من الناحيه الشخصيه فانت لاعب لتاخذ تسونكسيون وما تبقاش تلعب لقاءات كاملين. نعم، وتتحرم الفريق ديالك انه يلعب بالطريقه اللي هو باغي، لان ما تنساش بان الجماهير اللي كانت ديال الرجاء البارح راه بحال كان لعب ادوميسيل. نعم، الفريق مكتمل الصفوف، تنشوفوا بن جديده كيفاش راجع وعنده هذيك لافخيشور، لان ربما بن جديده ماشي بحال لاعبين اخرين اللي تنشوفهم منهكين بدنيا، فهو عنده هذيك لافخيشور وكان يقدر انه يعني يدير بزاف ديال الامور في اللقاء. لهذا هذاك الطرد فهو اثر كثير. نعم، على فريق الرجاء البيضاوي. واش هذا الشيء هذا اللي خلى انه المدرب الفريق الرجاء الرياضي انه يلعب بدون مهاجمين راس حربه، يعني حتى الاشواط الاضافيه دخل حمزه خابه، يعني واش ما كانش يعني من المفروض انه على الاقل في الجوله الثانيه ولا بدايه الاشواط الاضافيه يبدا بحمزه خابه على الاقل شويه يعزز الخط الهجومي لفريق الرجاء الرياضي، او لا من بعد الطرد فوالا من بعد الطرد حاول انه يجر المباراه الاشواط الاضافيه، لانه كيعرف انس الزنيتي قوي في حراسه المرمى. لهذا راه المدرب يوسف وسيرتو المدرب دابا جديد مع اللاعبين، ما نبقى نقولوا جديد ولكن كوميم راه ما دوزش معاهم سنه ولا سنتين باش يعرف المونطال ديال اللاعبين كاملين، دي سيرتو باقي ما عاش معاهم دي سيتياسيون بحال هكا، حيت انت في السنه تطيح مع اللاعبين ديالك بزاف ديال السياسيون في لي ماتش، فيها الطرد، فيها بعض المرات يخرج لك اللاعب على الناحيه الذهنيه، بزاف ديال الامور اللي تعرف كيفاش تتعامل معها. اذا هو وجد الفريق على واحد وعلى واحد وعلى واحد السيناريو. نعم، ولكن تيشوف بان الفريق الخصم اللي معاه راه فريق قوي، فريق اللي تيمشي في لي كونتر، عنده مهاجمين مزيانين، عنده وسط ميدان ممتاز، الوغ واش غيضطر انه يبقى يلعب هجومي كما قبل، فكان غادي كما تنقولوا غادي يخلص غالي. لهذا فهو حاول انه يبقى دفاعيا بشكل جيد ويبقى انه ما ياخذش ما يستقبلش اهداف، الا جا شي هدف في لي كونتر ولا شي حاجه ما كاينش مشكل ولا ضربه ثابته. لي اسونسييل بالنسبه لي انه وراه نجح في هذه المساله هذه، راه دوز 90 دقيقه ما تماكاش عليه. نعم، مشى حتى الاشواط الاضافيه وباش راه كانت ضربه جزاء. لهذا فالمدرب ما غاتلامش بزاف في هذا، خاصه نزيدو نقول واحد النقطه اخرى، وان خابه ماشي اون فورم. خابه ديغنيغمون ماشي هو خابه اللي ربما كان في واحد الفتره من الفترات ديال الموسم اللي بدا تيسجل فيها ورجع لهذاك، خابه ماشي اون فورم، والمدرب انه ما تاقش 100% انه حيت علاش لو شونجمون فاش تكون ناقص تيكون غالي. واخا واش ما كانش تحفظ مبالغ فيه من طرف لا هو كان تحفظ ولكن انا شخصيا غادي نعطيه العذر. علاش؟ لان باقي المدرب باقي اللي ما عارفش مزيان الكره الوطنيه، باقي ما عارفش الفريق مزيان، باقي ما عارفش بزاف ديال الامور، وما عندوش لاعبين مهاجمين. لان علاش في هذه الحاله هذه اشنو اللي خاصك واحد اللاعب مهاجم اللي تيدير الدور الدفاعي. نعم، تيدافع ويمشي هاجم، وصعيب صعيب انك حاليا ما عندوش في الرجاء هاد لو بروفيل هذا. فهو تحفظ سي فغي كان مبالغ، ولكن انا تلقى لي العذر لانه هو ما بغاش اونكيسي، خاف لي يخرج اكثر ويونكيسي، وخصو يحصن الدفاع ديالو، يحصن وسط الميدان، وحنا شفنا وسط الميدان ديال البركان كيفاش كان. نعم، وحاجه اخرى راه الدخول ديال باك الهلالي راه ما كانش لاعب رسمي، ولكن الدخول ديالو وحنا تنعرفوا هذه النوعيه ديال اللاعبين، اي مدرب خصم تيخاف من هذه النوعيه ديال اللاعبين اللي تيكون بيركيوتون، يعني هو هنا في وسط الميدان، هو في الهجوم، هو هذا يعني مشاكس،
ف يعني المدرب ديال الرجاء بغى ياخذ الامان شويه، ربما كون دوز موسم مع الفريق غادي نقول لك بانه ما كانش عنده الحق كان يقلب على امور اخرى، ولكن في هذه الظرفيه هذه فتنظر الاختيار ديالو. في نفس الحديث ديالنا كنشوف التعليق ديال الصديق ديالنا ياسر عطار انه مدرب منتخب مصر من يطرد ليه اللاعب بقى مكمل في نفس النهج ديالو تقريبا، وحاول انه يباغت المنتخب الوطني المغربي عكس مدرب فريق الرجاء الرياضي. ولكن هنا جاوبتي المدرب ديال المنتخب مصر هو راه مده هو مع المنتخب المصري، المدرب ديال فريق الرجاء الرياضي يلا ثاني مباراه ليه مع الفريق رسميا. حيت يوسف في هذه المواقف راه فاش دير تغيير ولا يلام المدرب ديال فريق الرجاء الرياضي حاليا. انا شخصيا نقولها ما خصوش يتلام، حيت في هذه المواقف يوسف لو شونجمون ديالك انت اللي غدير تبديل، راه خص يكون عندك واحد اللاعب ما غايديرش واحد لو غول بوحدو. نعم. ما تنقولوا انا اتاكون داخل به وانا لعبه 11 ولا ما رجعش يدافع عليا راه ماشي مشكل، عندي فوق. ولكن في هذا لي مومون خصك لاعب اللي يدير لك بزاف ديال الادوار، هو تخوف كثير انه يتسجل عليه وراه نجح، راه واحد النسبه كبيره. انا ايماجين كون خرج اشواط اضافيه ما تسجلش عليهم مشاو ضربه جزاء، كلشي غايقول بان المدرب كان ناجح في المهمه ديالو لانه خرج الفريق. فمنظور انه ما يتلامش، لان في هذه الظروف هذه خصك لاعبين بواحد الطينه معينه باش قدرت تلعب بهم في هذا الموسم. الا هضرنا على على مصر، مصر اول حاجه اللاعب اللي تطرد ليها ما تطردش لاعب في لاكس سونترال. نعم تطرد لاعب في وسط الميدان. ثاني حاجه عنده لاعبين لانه هو اصلا هذاك المدرب باش يلعب بهذاك لو بلوك، راه شفنا في لقاءات كاملين اللي لعبهم في يعني في هذه البطوله لاعب واحد لو بلوك، واللاعبين اللي تيدخلوا فكلهم تيديروا نفس الدور. انت ما عندكش هذا القطع غيار حاليا في الرجاء ما عندوش. ربما انا تنظن بان هاد لا بريباراسيون غتكون هاد اللقاءات ديال البطوله العربيه اللاعبين غيفهموا اكثر العقليه ديال المدرب، لانه مدرب اللي تيبغي يلعب ان بلوك كامل لا دفاعيا لا هجوميا، تيبغي يدير لو بريسينغ او، ولكن هادشي راه تيطلب لياقه بدنيه كبيره، تيطلب لاعبين عندهم هذيك لا بوليفالونس في الادوار ديالهم، راه ماشي غير جيو دير اللعب العالي. نعم. الضغط العالي بليطو راه عنده بزاف ديال طيب. الامور وخصو الوقت باش يتهضبطوا عليه، خاصه ان اللاعبين ديال الرجاء ما مولفيش هاد لو ستيل دو جو. غتسمح لي نكملوا بعض اللحظات فاصل كيقول لي عبد الرحيم حبيش فاصل ونواصل مستمعينا الكرام الى غايه السادسه مساء. اللقاء ديال جوكوفيتش والكاراز مازال متواصل في المجموعه او في المجموعة الرابعة أو الخامسة عفوا، وما زال تقدم الألكاراز بثلاثة مجموعات لواحدة، والباقين في هذه المجموعة دي تقريبا 25 دقيقة وحنا فيها، 25 دقيقة و37 ثانية وحنا فيها، باقي ما قدر حتى شي واحد، هو الإرسال عند جوكوفيتش، حتى شي واحد ما قدر أنه يفوز بهذه الجولة هذه أو بهذه المجموعة هذه. فغادي نتوقفوا مع الفاصل القصير وغادي نواصلوا دائما إلى غاية السادسة مساء. هذا الحصان من برنامج أصوات الرياضة على راديو أصوات. مصر معكم مستمعي الكرام، هذا الحصان من برنامج أصوات الرياضة مباشرة على أصوات، هذا الحصان من برنامج أصوات الرياضة مع الإطار الوطني السعودي الصادق تشيرا، والحديث ديالنا على نهائي كأس العرش بين فريق الرجاء الرياضي والنهضة البركانية. كيلتحق بنا عبد الصادق الإطار الوطني السي مصطفى صدقي عبر الهاتف باش يشارك معنا النقاش في الحديث عن مباراة كأس العرش. سي مصطفى مساء الخير. مساء الخير سي يوسف، تحية ليك، تحية الضيف الكبير ديالك الإطار الوطني السي عبد الصادق تشيرا، تحية السي عبد الرحيم حبيش والمستمعين والمستمعات ديال راديو أصوات. سي مصطفى صدقي، البارح تابعتي كيف ما الجميع مباراة النهائي ديال نسخة الموسم الماضي 2021-2022 واللي قالت فريق النهضة البركانية. كنا كنتكلموا على الفريق الرجاء الرياضي والطريقة اللي لعب بها المدرب الألماني قبل ومن بعد خروج مروان الهدهودي بسبب ورقة حمراء بعد الطرد ديالو من طرف الحكم بوسليم وتدخل في حق اللاعب الفحلي. فكيفاش شفتي التدبير ديال المدرب لهذه المواجهة بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي؟ واش كان تدبير جيد كيف ما شفنا بعض التعليق ديال بعض المحللين انه سير المباراة الى حدود تسجيل ضربة جزاء ديال فريق النهضة البركانية، او لا يعني كان ربما يدبر لقاء افضل مما تابعنا في مباراة الامس واللي كتعتبر كتذكير هي المباراة الثانية الرسمية ليه كمدرب فريق الرجاء الرياضي. هو اللي جيتي غادي بغض النظر على انه يلا جا ولا يلا عنده جوج مقابلات، اذا جيتي غادي مثلا قبل ملاحظات ولا تنتقد ولا كما داروا بزاف ديال الناس على التدبير ديالو كما قلتي من بعد تسجيل ديال ضربه الجزاء،
تقدر تقول بان كان شويه ديال التحفظ اللي كان سميتو اللي ما خدمش فريق الرجاء باش يوصل، ولكن راه كانوا بزاف ديال الحوايج من غير داكشي اللي تقال عليه اللي ما اللي سميتو اللي ما خلاش فريق الرجاء الرياضي باش يرجع في المقابله ويتعادل. وكان قريب، كانوا محاولات، غير راه اللي نقص اللي نقص راه الا جينا ندخل دابا في علاش هذه المقابله مثلا مشات بحال هكا لفريق الرجاء الرياضي، راه ما غاديش نرجعوا غير المدرب ولا غادي نرجعوا غادي نرجعوا بزاف ديال الحوايج اللي هي المسيره ديال فريق الرجاء الرياضي هذه السنه هذه. انتدابات داكشي اللي هضرنا عليه في الاول ديال العام الا باقي كتعقل، نعم، بان انتداب مستوى ما إذا قارنتي دابا فريق الرجاء الرياضي ديال مثلا هذا اللي لعب الفينال غتقارنوا مثلا بسميتو دي جينيراسيون اللي مثلا دازو قبل، غتقول بان ديالك المستوى ما قدرش يرجع يوصل ليه فريق الرجاء الرياضي على غير اخر جينيراسيون اللي كانت سميتو توجات مع جمال السلامي واللي توجات مع 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 سميتو سعد الشابي، فكتلقى بان المستوى ديال اللعب المستوى اللي هو ناقص هو التدبير اللي كان ديال المقابله عامه، كان تدبير ديال المدرب كيبان بانه عنده شي افكار اللي بغى يطبقها مثلا، ولكن مازال شويه ديال الوقت. كما على شتي بخروج الكره كاين تنوع، كاين واحد التنوع اللي ما كانش عند الرجاء مثلا قبل، مثلا في خروج الكره، ولكن المشكل اللي باقي غادي يكون لعابه باقي انا ما كنقولش مدرب مزيان ولا مدرب خايب، ما كنرضاش على شي، غير نقول لك بان كانوا افكار اللي بانوا جداد بان في هذه المقابلات الاخرين اللي لعب جوج سميتو المشكل اللي كان هو من بعد لا بروغريسيون، من بعد لا بروغريسيون بزاف ديال المرات كنا كنشوفوا بان الكره واخا كانت كتحل مثلا في الاطراف، بعض المرات في الاطراف اما ما كتكونش اون بون بريسيزيون، لي سونتراج ماشي هما دوك، بعض المرات ما كيقدروش يخرجوا من ذاك الضغط ولا من ذاك الحراسه اللي كتكون في الاطراف عليهم، لان اغلب الكرات اللي كانوا كنشوفوا بان كتكون ان بروغريسيون واخا كتكون فلاكس من بعد كتميل الاطراف باش يكونوا كواري اللي هما سميتو اوريزونتال كما كنسميهم، باش قلت لي راه تاعو الرجاء كان يقدر يرجع في المقابله تاعو بعض الفرص اللي كانت خطيره في سميتو مربع العمليات. شنو اللي كان؟ ولكن بعض اللاعبين اللي باس ما قدرش يعطيوها مثلا اللي هي بريسي، من غير بان بعض اللاعبين اللي هما كتعتبروا مثلا من النجوم ديال هذه السنه هذه ولا من اللي كان سميتو ناض عليهم الصداع باش يجي وهذه، ولكن ما عطاوش مستوى بينوا بان في هذه المقابله هذه كان المردود ديالهم مردود اللي هو محدود. الحاجه الوحيده اللي نقدروا نقولوا بان الرجاء كانت فهمتينا بان في بزاف ديال المراحل ديال المقابله وبالاخص في الشوط الاول راه كانت محتكره سميتو امتلاك الكره وكانت سميتو محتكره اللعب، وواحد الوقيته كانوا شدوا يعني السي مصطفى نقولوا انه المدرب الالماني عرف كيفاش يسير المباراه الى حدود تسجيل هدف على الفريق في الدقيقه 105 يعني في نهايه الجوله الاولى الاضافيه، يعني من بعد الطرد ديال الهدهودي عرف كيفاش يتفاعل بصفه عامه مع المجريات ديال اللقاء تقريبا. اللي كان ناقص بزاف ديال الحوايج باقي ما هضميش مثلا طريقه اللعب، انا ما كنقولش راه مدرب مزيان ومدرب لا، انا كنقول لك اللي جرى في المقابله الافكار اللي بغى يطبق اللي كان حاط من التحركات ديال اللاعبين ولا بروغريسيون كيفاش كيديرها لو شونجمون دوريونتاسيون مثلا كيفاش كيديرهم بزاف ديال الحوايج كيبان لك بان سميتو باقي الوقت ما كانش كثير باش ياخذوا هذا النموذج هذا ويكون تكون فيه الفعاليه اللي هي كبيره. وحاجه اخرى خاصك تعرف بان الطرد خدم لا اللاعبين ولا المدرب، نعم راه المدرب في الاول راه داخل فاش تطرد اللاعب، لان علاش؟ لان السيناريو اللي نتايا ما موجدوش وبالاخص يتطرد لك واحد فلاكس مثلا، حنا كنعرفوا بان اللعابه ديال المحور كيكونوا دفاعيين في المحور هما اللعابه اللي اكثر كما كنقولوا احتياطا من الطرد ولا من الانذارات، ولا هما اللعابه اللي كيكونوا خايفين بزاف اللي ياخذوا انذار ولا سميتو يخليوا الفريق ديالهم، لان كيوقع في مشكل اللي هو كبير. هو عامة المقابلة إذا خدينا فريقين من هذا الحجم كيفاش كنعرفوهم السنوات الأخرى فما كانش ذاك المستوى اللي كان منتظر زعما ديال محاولات كثيرة تسجيل مثلا ديال الأهداف، شفنا بزاف ديال ديال الشيء عند الفريقين بجوج. وربما هذه القضية هذه تكلمنا عليها مع السعب صادق الجيران أنه الوقت ديال الماتش يعني النص ديال شهر 7
موسم كان طويل فيه توقفات وفيه مباريات وفيه توقفات وتوقفات طويلة, يعني كان موسم مهرس ربما يقدر يعيك أكثر من أنك تلعب موسم في مباريات متتالية. فتوقيت ديال الماتش خلتنا أن نشوفوا الإيقاع هذا بحال كذا, وربما حتى اللاعبين كيف مشى عبد الصادق تشيرانا, وفي الأخر خصوصا في الأشواط الإضافية اللعابة بدأوا كيجروا رجليهم في الماتش, بداو كيشوفوا حليين كيجروا بعض العرضات كيجروا رجليهم في الماتش. انا كنشاطروا الراي وغير حاجه وحده, ما تقولش بان كما قلتي وقيلا عاملي ومهرس ياك, لا كانت السنه اللي هي عشوائيه لا في التنظيم ولا في التقطير ولا في البرمجه ولا في اي حاجه, وبالمشاكل اللي وقعات والبلاغات كان عام شحال نقول لك ما فيه لا كره لا والو, كان الصداع فيه اكثر وشفنا بان لا ولا يعني كان صداع فيه كثر, كنا كان سميتو اللي خدم بزاف هذا العام ماشي اللعابه وماشي ماشي المدربين وماشي الفرق, بالعكس الاعلام اللي خدم هذا العام بزاف, لان كانوا سميتو كانوا مواضيع ديال الاستهلاك ومواضيع وكما كنقولوا مواد دسمه اللي كانت هذا العام تهضر بزاف اكثر, لا لا على الصعيد ديال البطوله صعيد المنتخبات تهضر بزاف اكثر من الكره, لان ما يمكنش باش نخرجوا مثلا بحال هكا من سميتو من المنافسات الافريقيه, اي ما كاينش تتويج الفرق ديالنا, المستوى كان جاي وكينقص عند بزاف ديال الفرق, لا الرجاء ولا بركان ولا الجيش ولا الى الفرق اللي هي اللي في المقدمه ولا الوداد ولا حتى الفرق اللي كانت جايه بزاف ديال الفرق في الاخر المستوى ديالها نزل, وهذا الشيء كيأثر هادشي ديال العشوائيه وهاد البرمجه هذه اللي سميتو, والمسؤولين كيسكت شهر خصو يهضر في الاول ديال الشهر كيبقى الشهر ساكت حتى اليومين الاخر ديال الشهر, على باش يقول لك مثلا اش نقدروا نديروا, على باش ينظموا لا التوقيت ديال المباراه نبدلوا عنده زيد ناقص هادشي ما فهمش هادشي. شوف هادشي لا يساعد الكره المغربيه ولا يساعد المدربين ولا يساعد اللاعبين ولا يساعد الانديه ولا يساعد حتى شي حاجه. باش نرجعوا للماتش البارح, تكلمنا على فريق الرجاء الرياضي وطريقه ديال لعب فريق الرجاء الرياضي, غادي نرجعوا للموسم المقبل كيفاش يمكن يلعبوا فريق الرجاء الرياضي وخصوصا بدايه البطوله العربيه, لكن مشيو طرف الفائز تكلمنا مع سي امين كرما وشرح لنا طريقه اللعب, فكيفاش شتي انت المستوى ديال فريق نهضه بركان والتسيير ديالو للمباراه خصوصا بعد الطرد اللي كان في صفوف فريق الرجاء الرياضي صاب الصدق. هو شوف النهضه البركانيه بان في هذا اللقاء هذا مشى بواحد المبدا اللي بان من بدايه اللقاء, هو اننا ما غاديش نلعبوا كره استعراضيه قد ما اننا غادي نلعبوا بالطريقه اللي خصنا نمشيو ناخذوا بها لو تيتر. نعم, وتنظن اختيار صحيح. علاش؟ لان تنعرفوا الظروف اللي كاينه نهايه الموسم, غير دابا انت هضرتي بزاف على يعني على كيفاش توقفات البطوله, حنا نهضروا غير من سالات البطوله لدابا. نعم, ما بين ما تلعب النصف النهائي راه كان واحد التوقف, واش تعطي اللاعبين روبو ولا ما تعطيهمش, هذا كانت واحد شويه ديال الامور. لهذا فتنظن بان النهضه البركانيه والمدرب ديالها كانوا عارفين بان هذا اللقاء خصو يتخذ بطريقه ذكيه. علاش؟ لانك لاعب ضد الرجاء, لاعب ضد الجماهير ديالها, لاعب بزاف ديال الامور, فكان النهضه البركانيه لو غروب ديالو باش لعب العام هو باش لعب, القوه الكبيره اللي كانت عنده فاعتمد عليها كثير فهي في وسط الميدان, لان شفنا لاعبين ديال وسط الميدان صراحه لاعبين في المستوى الكبير. بركان قالوا غادي نمشيو وغادي غادي 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 ما نبغتوش بزاف, غادي نلعبوا لو جو ديالنا, نلعبوا كوم بلوك ولكن نعودوا نمشيو ونعاودوا ما نخرجوش اللعب ديالنا, ما معتمدوش غير الهجمه المنظمه بوحدها, الا كان عندنا يمكن نمشيو في لي كونتر, الا ما كانش المهم نامنوا وسط الميدان ديالنا ودي بعدنا ونشوفوا اشنو غيوقع اون فيغ ميزور. تيبان لك الفريق اللي تيمشي بهذه الطريقه, وكاين فريق اللي تيمشي من الاول تيبان لك خارج ومخلي الفراغات ومخلي بزاف ديال الامور, هذه الامور ما كانش عند النهضه البركانيه. نعم, نجيو للمرحله الفيصل اللي كانت هي ديال فاش تطرد اللاعب الهدهوتي, اذا هنا وليتي تتلعب ضد 10. هنا كاين جوج امور يوسف, كاين الفريق اللي تيمشي غتكب على الفريق وتياخذ وتياكل العصا بهذا المفهوم, وكاين فريق اللي تيمشي التجاري تيقول انا على العموم عندي 45 دقيقه ولا عندي 50 دقيقه ولا 55 دقيقه كلها غنلعبها انا بسوبيريوردي نيميريك الوغ نجيريها. هادشي اللي طرا عند النهضه البركانيه, بانوا ما كانوش متسرعين بزاف. نعم, وما مشاوش هبطوا عند الرجاء, سي فغي القوه ديال الرجاء حتى هي لعبت الدور, ولكن تيبان لك ان الفريق ما كانش دربان, كانوا صابرين انا وكانت يمشوا يديروا الهجمه واخا تضيع عليهم تيحاولوا يبنيو عاوتاني ازيرو. اللي مهم كان عندهم هو انهم يحاولوا انهم يختموها قبل ما يمشوا لضربات الجزاء, وهنا بانت لنا بان كانت اون بون جيستيون ديال اللقاء
هنا ما تنهضروش على الكوتي تكنيك ونهضروا على لي ديشي لانهم كانوا عندنا النهضه البركانيه بيان سور، من هنا تنهضروا على النظام على الطريقه باش لعبوا النظام باش لعبوا كانوا صباره ما زربوش بزاف، وهذا الشيء اللي خلاهم انهم ولكن راه ما يعنيش بانهم كانوا عندهم مشاكل، راه كانوا عندهم مشاكل في لا ترانزيسيون العكسيه من الهجوم للدفاع كانوا تلقاو رغم ان كاين واحد يعني الرجاء كانوا ناقصين ولكن كانوا تلقاو هذه الصعوبه هذه. حاجه اخرى من شفنا في الاشواط الاضافيه للمساوي لمجموعه من اللاعبين صافي سي بون فيزيكمون صافي كانوا سالاو ونشوفوهم لانه مام المساوي في واحد اللقطه راه كانت لاكسيون عند الرجاء وكانوا راس يغفاز ديالهم ولكن ما قدرش كاع انه ينوض. مي على العموم ملي تكون انتصرتي يوسف الاخر تقول بانك درتي لو ميور سيناريو تقول بزاف ديال الامور. مي بركان اللي عجبني فيهم انهم ما تسرعوش رغم انهم عندهم هذاك التفوق العددي ما تسرعوش بزاف ومشاو بشويه بشويه عليهم. وفي ضربه الجزاء شكون اللي مشى ضرب ضربه الجزاء لان هذه هي تتلعب دور دايو لان تنعرفوا اي لاعب دابا توقف قدام زنيتي فتنعرفوا ديجا هذاك يعني الماضي ويكون عندك التصورات بان زنيتي ربما عنده واحد 80% انه يصد لك ضربه الجزاء. مي دايو هنا بان بانه هذا اللاعب محترف اللي عنده تجربه كبيره فهو وظفها في التسديد ديال ضربه الجزاء. طيب سي مصطفى صدقي شنو رايك في طريقه تدبير امين كرما ونهضر البركانيه لمباراه الامس امام فريق رجاء الرياضي قبل ومن بعد التفوق العددي اللي كان تقريبا في معظم دقائق اللقاء؟ انا متفق مع داكشي اللي قال السي عبد الصادق. الا شفنا بان اللي سيطر ولا اللي كان كيحاول باش يسجل هو فريق الرجاء وفريق الرجاء كان بامكانه يرجع في المقابله مثلا التعادل وكان يكون سباق الى التسجيل على الاقل. لكن كما قلت لك وكانت اون بون ديتيرميناسيون اون بون ديفينيسيون في الكاري 18 كنت غادي تشوف مقابله اخرى رغم داكشي اللي ناقص الرجاء في اللاعبين ولا في هذا اخر الموسم وهاد التوقفات وهذا الشيء اللي حتى فريق نهضة بركان حتى هو غيكون عانى هذا الامر هذا. نعم فريق بركان جاي الفكره باش داخل هي الفكره اللي ديال نجري المقابله كما قال السي عبد الصادق ما يتسجلش عليا حتى نلقى الفرصه مثلا تاح لي الفرصه ونسميتو باغت ونسجل. نعم ولكن كما قال السي عبد الصادق كان عندهم مشكل في لي ترونزيسيون حنا شفنا بان كاع لي كونتر تقريبا جلها كما كنقولوا بين فريق الرجاء الرياضي كان كيهرسها كان كيسميتو كيريكوبيري لابال بعض المرات في نص الملعب ما كيسوتش نص الملعب بسميتو الكونتر اتاك. نعم ماشي ذاك الفريق هو الفريق كيعاني حتى فريق بركان راه كيعاني من الاول مثلا ديال العاب في النتائج في اللعب في بزاف ديال الحوايج. هو في المعاناه ديالو كانت مع عبد الحق بن شيخه كيف ما قال صديقنا في صفحه برنامج عبد الرحيم سعد لا لانه عبد الحق بن شيخه خلى الفريق في يعني نتائج سيئه. امين كرما يعني حاول انه يرجع الفريق السكه ديال الانتصارات وحقق مركز يعني لا باس به مركز خامس في ترتيب دوري وفاز معاه بلقب كاس العرش يعني نتيجه كتبقى في كل الحالات نتيجه مزيانه رغم هاد البدايه المتعثره خصوصا مع عبد الحق بن شيخه اللي مشى توج مع فريق اتحاد العاصمه بلقب كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. معاك انا قلت الفريق اللي بدا كيعاني من الاول ديال العام هو بدا المعاناه. الطريقه باش لعبوا حيت ما نقدرش نقولوا حتى هي طريقه اللي هي دفاعيه مثلا وطريقه اللي هي كتغلق بها مثلا كتقلص المساحات وتحيد ما تخليش الفراغات ما تخليش دوك لي زانترفال مثلا واخا عانى واحد شويه ماشي ما عاناش وكانت شويه ديال الصرامه عند اللاعبين وحده بين بان الطريقه باش دخلوا طريقه باش يجيروا مقابله كما قلت لك وباش يفوزوا بهذا الشيء انت صبروا ما كانش شي مستوى اللي هو كبير في مقابل مثلا ديال خلق مثلا الفرص ولا تهديد مرمى الزيتي بخطوره وسميتو محاولات اللي هي مثلا متتابعه في واحد الوقت مثلا شدوا فريق الرجاء الرياضي وخلاو سميتو مثلا كيعاني حتى بعض الطرق ما كانش ما بانش بان الفريق مثلا بدل من الخطه ديالو ولا بدل من سميتو وبان كان موجد شي سيناريو بحال هكا اذا كان نقص عددي عند الفريق الخصم غادي نبدلو الخطه ولا غادي مثلا نديرو تكون جراه اكثر ولا حتى في سميتو في
تبديل مثلا اللاعبين باش نزيدوا في الهجوم ولا في وسط الميدان الهجومي. المهم ما باش بان بانه كان محافظ على سميتو بانهم غادي في المقابله حتى الاشبيز وحتى ضربه الجزاء. اللي مهم في هذه المقابله هذه هو التتويج. نعم اكيد اكيد للمدرب ولا اللاعبين. اللي مهم هو التدويج، كيفاش جريت المقابله، كنتي دفاعي ولا كنتي هجومي. انا ما كيهمش، واخا انا كنقول بان هذيك القضيه ديال سميتو هذه المقابلات النهائيه كيقول لك اودي تلعب ولا لا تلعب وتربح ولا تلعب تربح ولا تلعب. راه باش ديك لا تلعب شي حاجه ما بغيتيش تلعب خاصك تخطط وخاصك توجد. يعني انا جينا فرق خاص انت هو راه كيلعب راه يقدر يبقى تكرا فريق رجع الرياضي البارح راه شي كواري وصلوا لكارديو زويت وصلوا تقربوا حتى لجهه المرمى راه ما كانش غير هذه فينيسيون ديال مثلا ولا ما كانش بون ديتيرميناسيون ديال مثلا كاين اللي كنقولوا ديال اللاعبين اللي عنده كره ما كيكونوش اخرين مثلا بهم بلاصي ولا الباس ديالو ما كتكونش هي هذه. ما كانش كنقدروا نشوفوا مقابله اخرى من الفريقين بجوج. طيب. لان علاش انا حتى فريق البركاني راه عنده لاعبين اللي هو في المستوى ولاعبين عندهم كاين بعض اللاعبين احسن لاعبين اللي كاينين مثلا في هذا المستوى هذا ديال البطوله من اللاعبين اللي مزيان تركيبه بشريه لا باس راه ماشي تركيبه بشريه اللي خايبه. سي مصطفى الفريق الرجاء الرياضي الان عنده بدايه موسم بالكاس العربيه كاس الملك سلمان للانديه، في نظرك استاذ صادق كيفاش كتشوف الفريق؟ واش التركيبه هي اللي قدر انه يبدا بها الموسم مع المدرب الالماني او لا خاص تعزيزات؟ لانه كانوا تعاقدات كان دار فريق الرجاء الرياضي سابقا مجموعه من اللاعبين في خطوط متنوعه، ولكن واش مازال فريق الرجاء الرياضي محتاج تعاقدات اخرى للمنافسه اولا على البطوله العربيه وكذلك الموسم المقبل؟ ما عندوش، عنده جوج واجهات، عنده البطوله والكاس. هو باش غنبداو بان التصريح اللي كان قال الرئيس السي محمد بوطريقه قبل ما ينجح الشهاده قال بانني انا محتاج واحد الكرون ماكسيموم واحد اربعه ديال اللاعبين ولا حتى الخمسه، وغنجيب اربعه ديال اللاعبين ولا خمسه، وهذا هو الميركاتو ديال فريق الرجاء البيضاوي. ولكن تبين بانه ديجا هاد النظريه كانت خاطئه، لان هذه نظريه ديال الرئيس. ولكن هاد المساله هذه فاش كل شيء يتحكم فيها، يتحكم فيها هو المدرب. هو الاطار التقني هو اللي عارف اشنو يخاصه. فتنظر بان الرجاء البيضاوي غادي يوصل لعدد اكبر من هذا ديال الانتدابات. دابا خلي الرغبه ديالو، حنا دابا تنهضروا من الناحيه التقنيه اشنو خاص، حيت خاص اشنو خاص من بعد الفاصل. سي عبد الصادق الشيره وسي مصطفى صدقي عبر الهاتف، فاصل ونواصل مستمعي الكرام. دائما نواصل معكم مستمعي الكرام هذه الحصه من البرنامج بصوت رياضي مباشره على اصوات مايطر الوطني سي عبد الصادق الشيره، وعبر الهاتف معنا السي مصطفى الصدقي. نرجعوا للفريق الرجاء الرياضي ومستقبل الفريق والاحتياجات ديالو على مستوى اللاعبين. قلتي انه ربما هذا ماشي هو خاص، هناك مجموعه من الامور التقنيه واللاعبين اللي ربما يمكن خاصهم يعزوا الفريق خلال الموسم المقبل. بطبيعه الحال لان هذا المدرب هذا دابخي غير هاد القراءة في اللقاءين بجوج تيبان بأنه مدرب اللي تيعتمد على الطريقة، يعني ستان اونترينور اللي تيأمن بلو بلوك، وهاد لو بلوك هذا تيحاول أنه يدير الضغط العالي وأنه يسترجع الكرة خاصة في نصف الملعب ديال الفريق الخصم. هنا تيختصر المسافات، تيختصر بزاف ديال الأمور. وهاد النوع ديال هاد الطريقه هادي عندها لاعبين معينين اللي خصهم يديروه. مع كامل الاسف مجموعه من اللاعبين اللي حنا شفناهم جاوا الفريق الرجاء البيضاوي بدايه الموسم وما بلاوش البلاء الحسن وما غيقدروش انهم يسيروا هاد لوغيتم هذا، لان هاد لوغيتم هذا تيبغي بدنيا يكونوا اللاعبين قويين بزاف، يكونوا حاضرين بدنيا ذهنيا كذلك، ويكون لا بوليفالونس في عندهم. يعني لاعب واخا مهاجم يكون انه يقدر انه يرجع لوسط الميدان، يقدر يدافع بشكل جيد، يقدر ياخذ الكره بلا ما يدير اخطاء، بزاف ديال الامور اللي بغيتي دير هذا لو سيستم هذا. حيت الا كانوا بعض مرات لاعبين ما تيعرفوش يدافعوا، فتلقى المهاجمين تيمشيو تيديروا اخطاء مباشره على المدافعين وما تيعرفوش يخرجوا، ولا ما تيخرجوش بطريقه جيده وتيخلوا الفريق الخصم انه تيخرج الكره بطريقه اللي بغى. لهذا فهاد لو سيستم دو جو هذا تيطلب لاعبين مهاريين وعندهم الحس، يعني عندهم الحس الهجومي والدفاعي او ميم طون، وكذلك لاعبين اللي تيكونوا بدنيا بطريقه جيده. لهذا فتنظر بان المدرب بالاضافه للاعبين اللي دابا داروا لا سيناتور ديالهم مع فريق الرجاء البيضاوي،
غادي نشوفوا اللاعبين، لان اللاعبين المعارين باقي ما عرفناش المساله ديالهم فين وصلت، لان واحد المومون كان تيقول بان المدرب محتاج انه يدير لهم واحد الاختبار باش يشوفهم، اللاعبين كانوا رفضوا، يعني بزاف ديال الامور، وخاصه عندك بزاف ديال اللاعبين اللي خارجين الفرق اخرى خارج الاعاره وداروا داروا موسم جيد، واش غتجيبهم تستافد منهم ولا لا؟ الاسماء راهي حتى الوقت ما بقاش بزاف من هنا، شحال اليوم 15 تقريبا سيمان، لان اليوم 15 اليوم 16 نهار 19 غادي يسافروا لقطر، نهار 21 غادي يلعبوا الماتش ديالهم مع الصاد القطري مباراه وديه، ثم غادي يمشيو للسعوديه لاستكمال الاستعدادات للبطوله العربيه. فكنظن انه الوقت ما بقاش للتجريب مجموعه من اللاعبين، خاص المدرب الان يدير الاختيار ديالو. لا هو شوف يوسف، عندك هذه البطوله العربيه راه كاينين فرق اللي غياخذوها، الفرق اللي ما محتاجاش للسيوله الماديه ولا الجوائز الماديه راه ياخذوها، سي اون بيريود دو بريباراسيون للموسم الجاي. الرجاء داخل في هذا باغي ينتصر، لان خصو ياخذ بيان سور يحصل على المبالغ الماليه، ولكن راه اوميم طون بغا ولا كره، فهي مرحله اعداديه للفريق، وخصك تشوف فيها شكون هما اللاعبين اللي غيسيروا معاك، شكون هما اللي غادي يمشيو. تنظن ان مجموعه ديال اللاعبين ما يقدروش يسيروا هذا لو ريتم هذا وهذا لو سيستم دو جو، خاصو يحسن في اللاعبين المعارين واش غياخذهم، خاصو يشوف اللي غياخذ ما ياخذ باش اللاعبين الاخرين يمشيو ياخذوا يعني البلاصه في الفرق ديالهم. من اللي اكيد يوسف خصك لاعبين في لاكس سنترال، لان بها لاعب كالهدهودي حاليا حنا ماشي ضده، ولكن اللاعب اللي تيخرج لك دائما بالكارطون روج تيدير بزاف ديال الفاي، خصك لاعبين في لاكس سنترال. تنظن بان لو كوتي غوش كاين فيه تيك ولا استرجعوا سبول، فغيكون عندك جوج ديال اللاعبين في هذا لو كوتي هذا بشكل جيد. لو كوتي دغوا كاين عندنا تنعرفوا بان كاين الوردي كاين مذكور، ربما المهم يعني خصك دائما لا دوبلور، لان خصك لاعبين اللي تكونوا دائما هذاك في وسط الميدان، خصك لاعبين. احسن حاجه دار فريق الرجاء خلى اهولو، خصو لاعبين اخرين في الهجوم، فخص لاعب كامارا تا هو مزيان. لا بطبيعه الحال هذاك راه ربح كبير للرجاء وصغار السن ديالو، يقدر يكون انا بيسيسمو من هنا الى دار هذه السنه هذه ولعبها كامله، راه ربما فرق اوروبيه ياخذوا السنه المقبله في الهجوم، فخصك لاعبين اللي عندهم هذا الحس هذا الدفاعي الهجومي. حنا شفنا بان خاب هذا الموسم هذا، فما ما عطاش داكشي اللي كان منتظر منه، وانا متاكد يوسف بهذا لو سيستم دو جو اللي تيلعب به دابا هذا المدرب الجديد، صعيب ان خاب يلقى المكانه ديالو بجديده على ريغور. وي مي خصك لاعبين في الهجوم، لهذا فالحسم خصو يكون عند المدرب باش يشوف الخيارات اللي كاينين، يشوف اللاعبين اللي غادي يخلي. وهو الافضل السي عبد الصادق ان لا الوداد لا الرجاء يمشي يعتبروا البطوله العربيه كثلاثه لقاءات، ولما يكونوا اربعه ولا خمسه لقاءات من اجل اعداد الموسم بريباراسيون ديال الموسم الجاي. انت عندك الهاجس هو انك باغي الربح المادي، وكرا او ميم طون راك تتوجد الرجاء العام قال لك 6 مليار كتهضر على بريباراسيون، ودابا في نظرك راه ما عندكش ما عندكش فرقه واجده. الرجاء الرياضي واش هو واجد باش يفوز باللقب امام الاتحاد السعودي، امام الهلال السعودي، امام الصاد القطري بانتدابات لداء، خصوصا الانديه السعوديه. الهلال راه كيوجد اللي غادي الخصم ديال الفريق الوداد الرياضي في المجموعه، راه كيوجد في النمسا. الوداد فين شنو كيديروا دابا؟ لا ما عندوش مدرب، المدرب باقي ما كاينش. اكزاكتومون. الرجاء واخا نقولوا سينا امتى غيبدا الخدمه؟ راه البطوله راه 27 في الشهر، امول الماتش مع الصاد القطري، يعني الناس راه خدامين كتريني. صعيب باش تقول لي الفوز باللقب امام فرق مثل هذه، من الافضل انه تمشي بفكر انه دير بريباراسيون الموسم، لان الوداد مازال تابعها السوبر ليغ الدوري السوبر الافريقي في شهر 10، يعني هذا هو راه فيه فلوس صحيحه اللي يقدر انه يلعب على فريق الوداد الرياضي. لكن حنا كنتكلموا على فريق الوداد الرياضي، الرجاء الرياضي ربما امام موسم ديال البناء. غادي نشوف مصطفى صدقي الراي ديالو في هذه النقطه ديال الانتدابات ديال فريق الرجاء الرياضي، واش فريق كيحتاج مازال تعزيزات في خطوط ديالو. السي مصطفى صدقي تفضل، وهذا على ضوء يعني طريقه لعب ديال المدرب اللي تابعناه في جوج لقاءات امام الوداد وامام نهضه بركان. على القضيه اللي قلتي ديال يمشيو ويديروا بريباراسيون ديال بدايه السنه ولا يلعبوا على اللقب، ياك شمن ما كيكونش عندك الجهد غادي في بالك اللي بغيتي، راه بغيتي تجد العام والجد بغيتي تلعب على اللقب، لا ما عندك الجهد، راه ما عندك الجهد، راه ما كنهضرش على الراجل بوحدك، هضرت على الوداد. راه المشاركه هضرنا عليهم بجوج. الفرق السعوديه كيف قلتي انت راه ولاو في عالم اخر، ما بقاوش في العالم اللي حنايا كيبان لينا حنايا. المهم على القضيه ديال واش خاص انتدابات ولا لا؟ في نورمال ملي كتشوف ملي كنشوفوا تركيبه بشريه اش كنشوفوا فيها؟ كنشوفوا فيها جوده اللاعبين. نعم. كطرح السؤال فريق الرجاء اش باغي يدير العام الجاي؟ واش باغي
يلا يصايب فرقه ويقاد الصفوف في حل مشاكله ولا باغي يلعب على الالقاب على جميع الواجهات اللي متاحه ليه. الواجهات اللي متاحه هي البطوله والكاس، يعني يعني عنده متسع من الوقت من اجل المنافسه واعداد فريق منافس على الاقل على لقب البطوله والعوده للواجهه الافريقيه. اذا خاصك جوده ديال اللاعبين اللي كتنافس الفرق اللي غتلعب على البطوله. الوداد، بركان، الجيش، الفتح، شفنا هذا العام كيفاش كانت. نعم. الفرق اللي غادي اسفي شفنا الفرق اللي غادي تجي، والعام الجاي تقدر تبان لي فرق اخرى واحد جوج ثلاثه اللي هما قويين ويعرقلوا المسيره ديال الفرق الكبرى ويزاحموهم ياك. نعم. دابا ملي غنشوفوا هنايا حنا اش كنرجعوا فريق سميتو رئيس جديد، مدرب جديد، سميتو مرحله اللي كانت فيها المشاكل وهي طويله. راه بودريقه جا باش يحل المشاكل وباش يغير من سميتو من التوجه ديال الفريق. نعم. ولا من النهج ولا المنهجيه ديال الفريق. نعم. حيت بلاتي انت حيت حنايا مشكلنا شنو هو؟ مشكلنا في المغرب شنو هو؟ هو كنساو داك الشيء اللي كدير انت دابا السي يوسف كنعقلوا عليه درتي اليوم والبارح، هما اللي درتي قبل كاع ما كنعقلوا عليه، هذا هو مشكلنا. دابا العام اللي فات فاش دابا راه بودريقه هذا الشيء علاش خصو يحكر؟ اذا كان قادر يحسن الفريق وما يوقعوش في نفس المشاكل. انا ما كنهضرش على البدراوي بوحدو، راه البدراوي والمرحله ديال البدراوي وديال انيس محفوظ وديال الاندلسي وديال الزيات ياك. نعم. كانوا شي حوايج اللي هما ناجحين وشي حوايج اللي في هذا الشيء ديال الانتدابات اللي كانوا سميتو داك الشيء لا يذكر حشومه كاع تقولوا. نعم. العام اللي فات الصيف في هذا الوقت اش تقال؟ تقال بان كاينه لجنه تقنيه وبان المعايير كاينه معايير اللي هي علميه ودراسه اللي هي مدققه باش تختاروا هاد اللاعبين. من بعد اش وقع؟ انا ما كنهضرش على هاد الهضره، ماشي مشكل. من بعد البنزرتي كيقول لهم هادو ماشي لعاب، انا باش ندي ماشي فرقه باش ندير انا والو. اللجنه التقنيه كتقول لك لا راه هو ما عرفش يوظفهم. اذا كان غادي يمشيو في نفس الاتجاه بحال هكا وفي الاخر حتى واحد ما يتحمل المسؤوليه لان كيكون كيبقى كل شيء معلق. نعم. والجمهور ما كيبقى فاهم والو. هنا اش خاص؟ انا اش كنقول لك؟ فريق الرجاء الرياضي اش خاصو دابا؟ الطريقه ديال اللجنه التقنيه ودير هذا ما نجحاتش. لان سنوات هي كدار. نعم. هادشي ديال الشوره وسميتو ما كدار، اش خصهم يدير؟ الا بغاو يصايبوا فريق، الا كان هذا المدرب باغي يمشي بداك النهج فهو ماشي هو اللي خصو يشرف، خصو يكون من المشرفين على الانتدابات مع الرئيس. نعم. الا كان الرئيس مكلف مثلا ومعاه شي وحدين مستشارين مكلفين خصو يكون معاهم المدرب. والمدرب يعطي رايه واللاعب اللي ما بغاش ما يجيبوش. نعم. لان علاش؟ كما راه قالها سميتو، قالها سي عبد الصادق قبل، بان الخابه ما غيدخلش في هذا اللعب. بزاف اللاعبين ما غيدخلوش في هذا اللعب. البارح بانوا كاينين اللاعبين البارح اللي كانوا في الهجوم باش يمشيو في ليزانتير بار ويمشيو مثلا في ليزيسباس ويمشيو في الظهر، كانوا كيخرجوا يلعبوا في وسط الميدان. علاش؟ لان وسط الميدان ضعيف، ماشي وسط الميدان اللي كيدير زيكيليبري ويوصل لك الكره للخط. وهم اللاعبين مدين على واحد اللاعبين اللي عندهم خاصهم يمشيو في ليزانتير بار ويمشيو في لي كوروار ويمشيو ويديزيكيليبريو ويكونوا موجودين، ولكن خصك وسط الميدان اللي كيوصل لهم الكره في هذه الظروف هذه باش هو اما يبقى ان كونتر مع مدافع ولا مع الجول ولا تجي فرصه اللي هي سميتو دير اون بون ديفينيسيون حنا ما سجلنا الهدف. راه هذا الشيء راه فيه بزاف ديال المراحل اللي ما كتشافش وما كيدقوش فيها باش يعرفوا كيفاش يبنيو فريق بالتركيبه البشريه ديالو، اللاعبين اللي خاصين. معلوم بان فريق الرجاء الرياضي خاصو لاعبين في وسط الميدان وفي الهجوم. خلي من غير الدفاع خصنا نبداو بهادو فين كاين الخصاص، لانه عانى هاد السنه عانى في وسط الميدان. فاش توج راه كان عنده في وسط الميدان اللي كان هو قوي وكان مثلا متكامل، واخا كانوا بعض الاخطاء سميتو، ولكن كان كنت كتحل مع فريق الرجاء مع سميتو مع الشابي ولا مع السلامي ولا مع اللي قبل. علاش؟ لان كان سميتو كان وسط الميدان اللي كما قلت لك هو متكامل وكان قوي، ماشي بحال دابا كيبان لك وسط الميدان البارح. نعم. كان صعيب عليه باش يكمل اون بون بروغريسيون من لا سورتي دو بال. ملي كتخرج الكره من الدفاع ارجع للمقابله وغادي تشوفها. اكيد. بخطاف كيمشيو اما كيمشيو في اتجاه واحد وكيوحلوا. نعم. الا مشاو فيرتيكال ملي كيدير الشونجمون دريت كيكونوا ثقال باش يوصلوا وبعاد حتى في دوك لي ديستونس دو غولاسيون اللي كنسميو سميتو المسافات ديال العلاقه بين اللاعبين. بعض المرات كيبان لك كاين تباعد ما كاينش كيفاش يلعبوا كيفاش خصو يتسناو. هنا اش كيوقع؟ كتقال ديك العمليه لاكسيون كتولي ثقيله، الاخرين كيديروا الباسكولاسيون سميتو ويسدوا عليك سميتو حيدوا لك المساحات اللي كتفارغها يسدوا سميتو على خاطرهم. اذا كتحل. طيب. كتولي واحد ولا وصلت الكره خط الهجوم كتوصل سميتو كتوصل ضعيفه ولا كتوصل ما كاينش اون اوبسيون زعما اللي هي واضحه باش تسجل. اللي خاص هو الى جا رئيس جديد وجاو معنا جداد وغنخدموا غنديروا خاص تكون الثوره ديال بصح. نعم. اذا كانوا غيديروا نفس النهج
نفس سميتو السياسه اللي كانت نفس ويخليو بان الراجل يبقى مخترق وما قادرينش يحصلوا سميتو فغادي نشوفوا العام الجاي غنعيشوا نفس السيناريو. نعم غنعيشوا نفس السيناريو ما غنشوفوش داك الفريق اللي كنتمناو اللي كيتمنى المغرب كامل ماشي الرجاويين اللي كيتمنوا باش يكون في واجهه افريقيه طيب. ويكون مع الفرق ديالنا في واجهه افريقيه ويكون على البطوله حتى ديك البطوله يكون فيها داك سويتو كما كيقولوا لها يكون فيها داك الشوق يكون فريق اللي هو قوي. باش نختم نهنيو مره اخرى فريق نهضه بركان بالتتويج ديالو باللقب ونتمنى حظ موفق ان شاء الله لفريق الرجاء الرياضي في الاستحقاقات المقبله بدايه بالبطوله العربيه اللي غادي يشارك فيها مع فريق الوداد الرياضي. فريق الوداد الرياضي اللي الان في طور تغيير كاين فاندربروك اللي مشى نسعد نصيري في التصريحات ديالو والبلاغات الاخيره كيقول انه انتهت الولايه ديالو ولا نيه له في تجديد ولايه اخرى او الترشح لولايه اخرى. لكن سعيد نصيري راه خدام يعني راه كي تعاقدات ثلاثه اللاعبين تعاقد معهم والحديث ما كاينش هناك ما هو رسمي من واخا الرسمي كنشوفوا غير التصاور ديال سعيد نصيري مع اللاعبين ولا مع المدرب اما الصفحه الرسميه ما كاينش هناك بلاغات ولا من غير بلاغين ديال الجمعه العامه. فكنظن انه سعيد نصيري هو اللي غادي يكمل الولايه المقبله ان شاء الله ما كاينش شي حاجه اخرى لانه ما كاينش حديث اولا على مرشح جيد فحط الترشيح ديالو ما كاينش هناك حديث على انه انتظار حتى يجي رئيس اخر عادي يشرف على انتداب ديال اللاعبين وانتداب ديال 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 المدرب يعني الخدام سعيد نصيري ونصيري هو نصيري السي يوسف. نعم. نصيري كما تنقولوا ميسي في لو دريبل ديالو راه مزيان راه حتى نصيري تيسير بهذه الطريقه هذه هو شوف جاء واحد جاء مومون اللي كان ضغط جماهيري على الاحتجاج على اعلان النتائج دابا ملي تشوف الراي العام في الجمهور ديال الوداد اش يقول لك؟ راه الاغلبيه تيقول لك اودي راه ما تينكروش الفضل ديال هذا الرئيس لانه من بين احسن الرؤساء اللي دازوا في الحقبه في التسيير ديال فريق الوداد البيضاوي. علاش؟ لانه من ناحيه الالقاب وكل شيء فهو خدا القاب كثيره وبزاف ديال الامور. صبغي كاين شي مشاكل في التسيير ولكن على العموم الا جيتي غتقلب وتلقى واحد 90% ديال الجماهير غتبغي 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 النصيري. حاليا كما قلتي ما كاين حتى واحد ترشح وشكون اللي غيترشح؟ رئاسه الوداد راه ماشي اي اجيو سير الوداد ولا سير الرجاء حتى ظرف ديال سبع ايام قليله لا ما صعيبه هو 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 هو, هو الناصري ربما حنا دابا تنقراو قراءات ولكن ماشي رسميه وقال مع الجماهير بما انها احتجت واخا سيدي انا غادي نهز يديا ولكن راه من العموم غتلقى الجماهير ها هي حاليا تطالب بان الرئيس يبقى الخدمه تتبقى. الحاجه اللي خصو يدير الناصري لان انا بالنسبه لي شخصيا كعبد الصادق تنقول بان راه الناصري هو اللي غيبقى مسير هو اللي غيبقى رئيس ديال الوداد البيضاوي اللي كاين دابا هو اللي غادي يبقى غير هو اشنو خصو يطرا خصو ردا للجمهور والاعتبار حتى للجماهير ودي الاخطاء اللي دارت غنحاولوا اننا نتجاوزوها اولها بدايه ديال اختيار المدرب. نعم لو شوا ديال لونترينور خصك تختار المدرب ديال اللي غيكمل معاك اللي غادي يمشي معاك بحال لو شوا فاش كان ديال توشاك مثلا تنعقلوا سان تري بون شوا لانه ربما توشاك هو اللي جا الناصري جا مع توشاك وشفنا الاداء ديال الوداد وشفنا كيفاش كون لك فريق لواحد سنوات كثيره. نشوفوا وليد كذلك الا مشيتي بهذا لو ستيل انك غتجيب مدرب اللي الجماهير باغاه وانت باغي لان اونتو ليك واخا الجماهير ما غاتبقاش تلبي لها في الطلبات ديالها ولكن انت كرئيس الفريق والمنظومه ديال الفريق غتمشي مع ذاك المدرب وهذاك المدرب ما غاتجيبوش باش يدير خمسه ماتشات ولا 10 ماتشات غاتجيبو باش غيدير حاجه اخرى اللي خاصها تقال للجماهير بان الاستحقاقات ديال الوداد ماشي مثلا في لوكا ديال الرجاء الرجاء غتلعب على البطوله وعلى على, على الكاس الوداد راه عندها تشامبيونز ليغ مأهله ليه عندها هاد السوبر ليغ انا تنبقى دائما نقول التسميه القديمه ديالها البطوله بزاف ديال الواجهات هاد الشيء يعني راه خصك مدرب اللي يتحمل هاد الضغوطات مدرب اللي يعرف يتعامل مع هاد المسابقات لان البطوله الوطنيه وي ولكن خصك تكون مدرب اللي تيتعرف عنده خبره في لافريك خصو يعرف كيفاش يتعامل مدرب اللي يحاول هاد اللاعب اللي كاينين دابا لان بالنسبه لي عند اللاعبين بحال شبعوا بزاف الكره خصك مدرب اللي عاود يرجعهم وعاود يرجع لهم كما تنقولوا يرجعهم الخط السكه الصحيحه ديال لا موتيفاسيون باش يبداو ياخذوا في الالقاب. اذا هاد الشيء كله كاين لاعبين بديتي تجيب لاعبين ولكن خصك دير اتونسيون اللاعبين ما طيحش في الاغلاط ديال اللاعب اللي غادي يجي ويبدا يعمر لك العياده ديال الفريق. نعم حنا تنهضروا نعطوا مثال بسيط بن عياده لاعب مزيان ما تنقولوش ولكن اللاعب اللي تيتصاب بزاف الفريق ما استفادش منه. اذا في لو شوا ديالك ديال اللاعبين خصك تمشي تقلب على لاعبين اللي ما تيتصابوا اللي ما عندهمش اصابه بعد قديمه لاعبين اللي غادي يمشوا. اذا لو شوا عند الوداد
شوف الوداد انا تيبان ليا وشخصيا خصك واحد 4 ولا 5 اللاعبين ضروري خصهم يجيو وتجديد اللاعبين اللي كاينين دابا وتعطي فرصه للاعبين ما يخلوش فرصه ديالهم. انا من تنهضر على اللاعبين فرصه ديالهم ما تنهضر على المترجي تنهضر على حيمود هادو راه لاعبين في وسط الميدان اللي راه الفراقي دابا في البطوله الوطنيه يتمنوا انهم يكونوا عندهم لاعبين بحال هادو يلعبوهم رسميين. اذا انا تنقول بان الناصري راه غيبقى هو خدام غير اتونسيون من الاخطاء اللي دارت لان الا تعاودات عاوتاني راه شكون اللي غادي يضيع الفريق لان الفريق هذه السنه هذه خرج خالي الوفاد راه مشيتي للفينال راه عاديه راه عاديه كل عام تربح لقاء غير الجماهير يوسف هنا ترجعوا لا الجماهير ديال الوداد لا الجماهير ديال الرجاء عندهم الفكر ديال انني خصني راه هذا العام ديتي ترقب ولكن مشيتي للفينال ديال الشامبيونز ليغ مشيتي فرقه كانت عندك مرحله انتقاليه كانوا عندك مشاكل في التدير اذا الجمهور يصبر يقول هذه السنه ما كاين والو ما كاين حتى مشكل السنه المقبله الرجاء كذلك رجاء اللي انا بودريقه تيقول لك انني غادي نوجدوا فريق راك شوف راه الجماهير راه غتلعب اللقاء الاول الثاني الثالث تبدا تطالبك بالنتائج وخصك نتائج وخاص بزاف ديال الامور لهذا فلو بروجي ديال الفريق خصهم يشاركوا فيه حتى الجماهير لان داك الضغط اللي تيديروا الجماهير ديالهم ملي تيكون ايجابي راه تيكون مزيان للفريق ولكن بعض المرات تيكون ضغط سلبي اللي تنعكس لا على الاداره لا على اللاعبين. في الدقيقتين شنو رايك في يعني الوضعيه الحاليه ديال فريق الوداد الرياضي سي مصطفى صدقي؟ هو الناصري غادي يبقى عارفين من الاول اللي خرج البلاغ عارفين بان الناصري واش عمرك شفتي رئيس جمعيه كيفتح سميتو بلاغ ديال الترشيح؟ نعم شكون اللي بغى لا ما شوف الناصري معروف كما قال ميسي ديال الرؤساء كيعرف كيفاش يوجه الراي العام كيفاش يحيد عليه الضغط كيفاش بزاف ديال الحوايج خير دابا خلي الناصري غنهضرو عامة دابا كتنتقد الرؤساء ديال المغرب هادي الجماهير هادشي اللي باغا فهمتي الجماهير باغا تدخل الفيسبوك تعبر على رأيها يدخلوا الرؤساء والأعوان ديالهم يشوفوا داك الشيء باغي الجماهير يمشي معاهم في اتجاه وكتبقى تسايرهم ويسايروا فوق وغاديين. أما حنا دابا بعض المرات كسميتو حنا الواقع ديالنا شكل وكنحلوا ولا كنهضروا كيفاش كتمشي الكره الاوروبيه في دول اللي هي اللي هي اللي هي مثلا متقدمه كيفاش كيمشيو دابا انت دابا بحال دابا كما قال على بن عياده السي عبد الصادق بحال دابا العاب في اوروبا غتجيبو عارف انت واش كيتوعد بزاف ولا لا عندك 20 ولا 30 رابور عليه منها هو اللي ميديكال منها اللي ماشي بالضروره ماشي بالضروره والمثال ديال عثمان ديمبيلي لعب فريق برشلونه الوقت اللي كان في دورتموند كان كيف ما كنقولوا بلغه الكره كان طياره ملي جا لبارسا بدا كيتوعت يعني صعيب انك تكون عندك هذه المعلومه بشكل دقيق. لا لا كيكون معروف هذا اللاعب واش كيتوعت ولا ما كيتوعتش من قبل. نعم بحال دابا بالعيد واش يلاه بدا كيتعود توعت من جا الوداد إذا كان ما كانش كيتوعد قبل وجا بحال دابا ديمبيلي مثلا فاش بحال دابا ملي جا اش كيدير؟ راه كاينو سميتو كاينو يديروا تحاليل كيديروا راه بزاف ديال اللعابه وقع عليهم بحالك مثلا اللي جاوا الفرقه وبقوا ميسي اش وقع عليه؟ ميسي بس واحد الوقيته بدلوا ليه الريجيم راه كان قالها قال لهم سبحان الله قال لهم في الريجيم ديال الماكله تبدل الميتابوليزم ديالي كامل. انا كنقول لك على اللعاب اللي كيكون كيتوعد في الفريق ديالو مثلا كيكون معروف كيكونوا دي رابور عليه ما كانش كيتوعد وجا عندنا كيتوعد شي حاجه تغيرات اما في التدريب اما في الريجيم اما في شي حاجه عنده خصنا ندخلوا معاه حتى في حياته مثلا خارج الملعب باش نعرفوا اش كيوقع غيزون ديال الفيس بعض المرات غير عنده بروبليم في الفم ديالو في السنان ولا في الضراس وكيولي كيتوعد اللاعب بزاف راه قال لك حنا قرينا عليها بان ملي كيتوعد لك اللاعب كيبدا كيتوعد بحال هكا بزاف اول حاجه خصك تمشي دير للدونتيست اللي سميتو يقلبوا ليه الفم ديالو واش عنده شي مشكل شي حاجه لان كيخلق هذه المساله داخله في لافيزيت ميديكال السي مصطفى كنت انا ديرو عليها ريجيم ديال لاليمونطاسيون حتى هو كيدير سميتو لي بليسير بزاف كاين عاد باش خلي التدريب خلي لي ميس خليه هما كيبقوا واش في المغرب كيديروا هذا الشيء؟ طيب سي المغرب كاين هذا الشيء المغرب راه ما كاين حتى شي حاجه سي مصطفى الرئيس والمدرب واللعابه سي مصطفى وصلنا للنهايه ديال هذه الحصه كنشكرك على الحضور ديالك معنا عبر الهاتف والمشاركه ديالك معنا جزد اللقاء ديالنا معك سي مصطفى السبت المقبل ان شاء الله بحول الله وموضوع كيتعلق بالشركات الرياضيه والكره السعوديه شكرا لك سي مصطفى واش درتي لي دعوه دابا؟ الدعوه راه موجهه لك هذه جوج سيمانات تحيه لك سي مصطفى شكرا لك شكرا
الصادق والسي حبيش والمستمعين ديالك. شكرا لك سي عبد الصادق تشيرا. مرحبا سي يوسف. الاسبوع المقبل بحول الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا عبد الرحيم حبيش اللي كان معنا في اخراج ديال هذه الحصه. نلتقي بكم ان شاء الله.